فربما في كلية القانون يقولون أن أول قانون كان قد وضعته بريطانيا أو أمريكا أو اليونان، ولكن خطأ، لأن أول قانون كان وضعه الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم لما خلق وقال يعني قال له يعني لك ما شئت في هذه الجنة إلا شجرة واحدة من بين مليار الأشجار لا يمكن أن نحصي خيرات الجنة، وحرم عليه الشجرة واحدة عبادة. هو أول قانون وضعه الله للبشر أن لا يقرب هذه الشجرة، وخالف سيدنا آدم عليه السلام هذا القانون وترك مليارات الأشجار وأكل من هذه الشجرة التي نهاه الله عنها. لماذا؟ لأنها عبادة غريزية، والعبادة الغريزية تكون صعبة جدا، والعبادة الغريزية هي التي تكون عبر الشهوات. ولذلك كان شهر الصيام شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وهي خير الأمم، ليس أي أحد يقدر على هذه العبادة إلا الأمة القوية التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن تكون هي الأمة التي ستخرج للناس. هذه الأمة قوية جدا، ويجب أن تكون مهينة كي تخيفنا أمريكا بقمحها، أو يخيفنا الغرب أننا ليس لنا ما نأكل. لا يمكن. والله سبحانه وتعالى قدر الأرض، قدر فيها أقواتها، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. البركة قبل الخلق، البركة لما كانش البركة ما كنت شيئا، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني يومين لخلق الأرض يومين تقدير الأقوات، وقدر فيها أقواتها. فالله سبحانه وتعالى يقول قدر، قدر بالفرنسية تعني ميزوري، يعني قدر يعني فيها تدقيق. يعني إذا أخذنا مثلا الخطأ أو الانسيرتيتيد نجد ألفا، إذا أخذناها على ألف نجد 0.000 من هنا احتل، يعني احتل مراكش 1% من الخطأ. ليس هناك خطأ، الله سبحانه وتعالى لما يقدر صفر خطأ، ليس هناك ألفا الذي نتعامل بها في الإحصائيات ونضيف الخطأ. قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طاعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وتم الخلق في ستة أيام. ولكن انظروا، يومين لتقدير الخلق، لتقدير القوت، ماذا سنأكل؟ ثم يقول لنا أن الأرض ليست كافية ويجب أن نعمل، وأن الأمن الغذائي، وأن هذه أكاذيب وأباطيل، أكاذيب وأباطيل. فالأرض كافية، لأن الذي خلق الأرض كان يعلم كم سيكون على ظهرها، ولذلك يقول قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء، يعني سواء يعني خلق في يومين وتقدير الخلق في يومين سواء للسائلين. قدر الخلق في أربعة أيام، وحرم على آدم عليه السلام شجرة واحدة من بين مليارات الأشجار وأكل من هذه الشجرة. جاء من بعد سيدنا آدم بنو إسرائيل، فآتاهم الله المن والسلوى، كان يمدون أيديهم إلى السماء ويأخذون ما يأكلون، حتى أن المن والسلم اختلف فيه العلماء، وتجدون في القرطبي لجامع لأحكام القرآن أن هو السمانة أو هو أشياء من هذا القبيل. هذا خطأ، لأن العلماء كانوا يريدون أن يقربوا الناس من المعنى، لكن المعنى من والسلم لا أحد يعرف ما هي هذه المن والسلم، كانوا يمدون أيديهم ويأكلون، لا نعلم بروتينات. من جامع لأحكام القرآن يقول أنه شيء أبيض حلو كالعسل، كانوا يمدون أيديهم ويأكلون، ولكن ما لا أحد رأى هذه الأشياء. لكن بنو إسرائيل تركوا المن والسلوى، وسألوا سيدنا موسى أن ماذا سأله العدس والبصل، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض ومن بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها. انظروا، تركوا المن والسلوى وأرادوا العدس والبصل، حتى سيدنا موسى استنكر وقال أتستبدلون بالذي الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني الذي هو بالذي هو. انظروا إلى اسم الموصول، هو اقتحم التمر، لماذا؟ لأن الأمر عظيم هنا، لأن سيدنا موسى يتنك أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني ما كانش مدنى منه، بالذي هو خير، ما كانش مخير منه، بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة. سيدنا آدم نزع عنه الله سبحانه وتعالى ثيابه وأهبطه إلى الأرض، حكمين. الحكم الأول أنه نزع عنه ثيابه ثم عفى عنه، ولكن هبطوا الأرض، جزء الأحكام في الحال، في العاجل، حكم ديال في العاجل. ثم بنو إسرائيل ضربت عليهم الدلة والمسكنة، راه ما عمرهم غادي يكونوا شي حاجة، قاعد يخلعوكم، راه ضربت عليهم الدلة والمسكنة، وستبقى ضربت عليهم الدلة والمسكنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم تبجحهم ورغم كذبهم ورغم أباطلهم. فالله سبحانه وتعالى يقول هكذا، ونحن نؤمن بكتابه الكريم. لقد أطلت في هذه المقدمة لأبين لا من الناحية، لا زلنا لن نصل إلى فيزيولوجية التغذية، كيف نتغذى وكيف نصح، لكن إلى الأمر العام، لماذا الله سبحانه وتعالى شرع الغذاء والحلال والحرام في التغذية، الخنزير والخمر والميتة والدم وما إلى ذلك. أن هذه عبادة غريزية، عبادة. فسيدنا آدم حرم عليه شجرة من مليارات الأشجار، ونحن حرم علينا حيوان واحد ومع ذلك يأكله الناس.
حيوان واحد حرموا علينا ومع ذلك نأكله، حرم علينا مشروب واحد خبيث رجس ومع ذلك الناس يشربونه. يعني هي غريزة في الإنسان، البشر لا يتغير منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم إلى الآن، فالبشر لا يمكن أن يتغير. هو له عينين وشفتين وله أنف وله أذنين، لا يتغير أبدا، إنما الذي يتغير هو حال الناس، يعني الجو والطقس والمحيط الذي يعيش فيه هذا الشخص. يعني انظروا إلى الأيام الأولى في رمضان، يعني في آخر النهار أن الشخص يصبح مضطرب وأنه على يعني قاب قوسين يعني أن يفجر أو يقول كلام أو يخرجه، إلى أن لا يكلمها أحد، إلى أن لا يكلمها أحد. هذه أشياء غريزية إخواني، وأنا أركز عليها. لماذا؟ لأن الغريزة صعبة جدا. لماذا تصوم رمضان الآن تصومون رمضان بسهولة، ولماذا خارج رمضان تصومون بصعوبة؟ لأن عبادة خلقت جماعية، لما تفعلون شيء جماعة تفعلونه به، ولأنكم تركزون. فالحالة النفسية، يعني طب النفس يقول لما تركز عن الشيء، اليوغا مثلا عند الصينيين لما يركز على النار فهي لا تحرقه ويأخذها بيده، ولما تركز مثلا على أنك ستقفز 3 أمتار ستقفز 3 أمتار، إذا لم تركز لا تقفز حتى 40 سنتيمتر. لما تركز، ولما تركزون، والتركيز معناه هو النية. الله شرع النية في الصيام، لما تنوي أنك ركزت على الصيام وأنك نويت الصيام وأنك نفسيا أصبحت مستعد لهذا الصيام. لما تصومون رمضان تصومون بسهولة، لماذا؟ لأنكم أولا استعددتم، ثانيا لأنها عبادة جماعية. وأنا أنصح المدخنين إذا أرادوا أن يتوقفوا عن التدخين أن يفعلوا جماعة، أن يتفقوا 5 و10 ثم يقطعوا السيجارة جماعة، ممكن أن يقطعوا السيجارة بسهولة لا تتصور. فهذه يعني هذه الأشياء الغريزية كما قلت هو الطعام، وأن الإنسان يعني جعل الله سبحانه وتعالى نظام غذائي. فالله خلق الأشياء وأحسنها، أحسن كل شيء خلقه، فيعني أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني فكل شيء لما أحسن كل شيء خلقه عاد خلق الإنسان من طين من بعد، يعني لما خلق له كل شيء وأحسن الخلق، يعني مش أي خلق، لما أحسن الخلق خلق الإنسان يعني من سلالة من طين. بعد خلق الإنسان وآخر الخلق، لأن ما كان سوله الأرض وسوله النبات والحيوان والبحر وكل شيء كان، يعني حتى الأكسجين الذي يستنشقه في هذا الكوكب، فعاد خلق الإنسان. يعني هذا الإتقان في الخلق، بعض العلماء الآن يقولون يتكلمون، قد سمعتم عن الجودة، وهذا من منذ 1992 ونحن نعيش على نبرات وعلى موسيقى الجودة، وحتى أنك تسأل إنسان تقول له ما معنى الجودة فيبقى هكذا حائر. أي أكبر عالم في أمريكا الآن تسأل عن الجودة، أنا أتحدى واحد على وجه الأرض أنه يعرف الجودة، كلمة جودة، ها ما معنى الجودة يا سيدي؟ لما تقول جودة الماء، ما معنى جودة الماء؟ ما معنى أنه حلو، أنه عذب، أنه ما معنى جودة؟ ثم لما نقول جودة الحليب، ما معنى جودة الحليب؟ ما معنى يعني جودة الحليب؟ هذا حليب جيد وهذا حليب غري جيد، كيف هذا حليب جيد؟ فكله من البقرة وكله بعناصر من نفسها. لما نقول هذا زيت جيد وهذا زيت غير، يعني ليس جيد، ما معنى هذه الأشياء؟ هذه أكاذيب وأباطل سياسية استراتيجية يريد الغرب أن يستعمر بها العالم لا أقل ولا أكثر. يلعبون عن الجودة ليقولون لنا أن أغذيتكم ليست جيدة، وها هي الأغذية الجيدة، ها هي الأغذية الجيدة، خذوها منا. يعني لحومكم، هذه لحومكم ليست جيدة، الذبح الإسلامي ملطخ، ومجازركم غير نقية وموسخة وعفنة، ونحن نذبح في شروط صحية سميتها الآيزو 90,000 ولا 9 مليار، كيف ما كان الحال، هذه منات الثالثة الأخرى الآن هي الآيزو، وها هي بالمقياسات الأوروبية وبالآيزو، ولكن هذه مذبوحة على الطريقة الأوروبية وليست على ما لم يذكر عليه اسم الله. ثم خذوا هذه اللحوم رخيصة وجيدة واتركوا هذه اللحوم الوسخة والعفنة، لكن إذا لم تقدروا فنحن ممكن أن نأتي إلى الدار البيضاء ونبني مجزرة بقياساتنا، ونحن الذي سنذبح هذه الحيوانات. عجيب. وإذا لا إذا كنتم لا تعرفون كيف تزرعون فول أو حمص أو شعير، فنحن نأتي إلى المغرب نعلمكم كيف تزرعون شعير، ونحن نأتي إلى المغرب نعلمكم كيف تسقون الزيتون وكيف تسقون العنب، هذا السقي الذي يسمى الآن بالقطرة لقود، وأنتم لا تعرفون شيء وخلقتم هكذا فولكلور على هذه الأرض، ولا تستحقون حتى العيش على ظهرها. أنتم جهلاء لا تعرفون شيء، ونحن لدينا العلم ونعرف كل شيء. وقد علمتم أن أراضي السودي والسوجيتا قد فوتت للأجانب، لماذا؟ يعني ليقولون جلب رؤوس الأموال، وهذا كذب وباطل، ليس هناك جلب رؤوس الأموال يا إخواني، لأن الذي يأتي بريال يجب أن يذهب بمليار، لا يمكن لأجنبي أن يأتي بالمال ويتركه في المغرب،
لا إله إلا الله، فليستفيق هؤلاء الناس من سباتهم العميق. هل الذي يأتي بريال سيتركه هنا في المغرب، سيفرقه، سيوزع على الناس؟ هذه أشياء يا إخواني بعين العقل. الذي يأتي بريال سيذهب بمليار ريال من المغرب، وسيمص دمنا، وسينسف هذه البلد، وسيخرب بيئتنا، وسيخرب أرضنا، وسيخرب مياهنا. يا إخواني، فالأمر والله الأمر أصبح خطير بأكثر ما يمكن أن تتصوروه. والناس لا يزين، هل أقول أو لا أقول، فالأمريكيين الآن يصحون، المعطيات كلها من الأنترنت، ليست معطيات فايد، هذه معطيات الأمريكيين، معطيات كلها من الأنترنت. وسترون أن الناس العلماء في أمريكا الآن يصحون بأعلى صوتهم أنهم غرقوا في ويلاتهم، ونحن نتطلع إلى هذه الويلات. كنت قد ضربت في المحاضرة التي ألقيتها بدرب غلف، ضربت مثل بالمواد المغربية كيف أصبحت مثلا الذرة مثلا، كان عندنا عيب، وحتى أن يعني تحقير أن الناس يأكلوا القلية هذه، يعني الذرة مشوية، كنا نسميها القلية الذرة. ولكن الآن أصبحت بوب كورن، بدلوا الاسم وبدلوا الشكل وأصبحت بوب كورن، وهي الآن يعني ماشي موضة غريبة يعني عليه الذي يأكل بوب كورن، وأنه متقدم وجد راقي في المجتمع. ومع ذلك فالناس يضحكون ويسمعون أن إنسان دائما تسمعون إنسان تسمم بالخليع وتسمم بالسمن وتسمم باللبن وتسمم بسايكوك وتسمم ولكن لا تسمعون تسمم بمنتوج أوروبي. ولما عملت كوكاكولا ما عملت في بلجيكا، كنا نحن نقول في المغرب أن كوكاكولا في المغرب لا بالجودة العالية، نحن أعلى جودة من بلجيكا، سبحان الله. يعني نحن أعلى جودة، كوكاكولا في المغرب أعلى جودة من بلجيكا، لما كان البلجيكي يبكون دما وكانوا يصيحون بأعلى صوتهم وقفوا هذه المنتوجات، كنا نحن نشرب هذه المشروب في المغرب ونقول مطمئنين أننا نحن أحسن من بلجيكا وأكثر من بلجيكا. أي شيء يعني على الأقل الناس يعني يفكروا شوي في هذه البلاد، ويفكروا في أنفسهم، يفكروا في أطفالهم، يفكروا في عائلاتهم، لأن الأمراض كيف ما كان الحال نحن الذي سنجمع هذه ويلات أمريكا الآن، ولا نريد أن نصبح قمامات يرمون منتجاتهم. يعني الدول العربية ستصبح قمامات كبيرة، يعني حشاكم مزابل يرمون فيها منتجاتهم أو يصدرون هذه الأشياء. ليس لنا الخيار كما قلت لكم، ليس لنا الخيار، لأن لما تدخل السوق منتوج أمريكي تشتري ولا لا تشتري تموت جوع. القمح الآن المعروض، والذرة المعروضة الآن، والشعير المعروض، والحمص والعدس الآن، أنتم الحريرة هذه رمضان الآن أنتم تستهلكون الآن حمص وعدس مستورد من أرجنتين ومن مكسيك ومن هند ومن دول أخرى. الآن حمص والعدس اللي عندكم وكندا، الآن العدس ديال كندا الآن 10 درهم، العدس ديال المغرب 7 درهم في السوق، علينا دار بيضاء والبيضات كاين اختلاف ديال درهم في الثمن ولا الأسواق ديال البادية الآن. لماذا العدس يشترون عدس أغلى لأنه كندي؟ النساء يقولن بأنه حيت كيطيب دغيا وحيت زوين وحيت سميت، ولكن هذا العدس قد عملوا فيه ما عملوا فيه انك تاكل سم بثمن مرتفع. يعني اشياء يعني ما شاء الله، يعني لا ندري اين سنذهب، والا يعني فالاعمار بيد الله، ولكن اني ارى نفسي انني امشي في طريق الصدمه القلبيه، يعني يوما ما ساسمع شيء وساسقط هكذا على الارض، لان الامر يعني ضخم جدا والمشكل عويص جدا وخطير جدا وكارثي، لدرجه ان الناس الان اصبحوا يسلمون باي شيء. والمنتوجات في التلفزيون ترون الإشهارات جيدة، والأيزو وهذه الزبدة هذه أخذت يعني الترخيص من وزارة الصحة. وماذا تعلم وزارة الصحة في التغذية؟ لا تعلم شيء وزارة الصحة في التغذية. وأنا أتحدى وزارة الصحة أن تكون تعرف المستهلك المغربي ماذا يأكل، ما أخذت منتوج، لأن هذا الشخص الذي وقع عليه لا يعلم شيئا أبدا وبالبتات. وأنا أتحدى أن يكون علم حتى جودة الزبدة ولا جودة المارغرينات التي تباع في المغرب. هذا أمر خطير جدا، ونحن نأكل هكذا ولا حول لنا ولا قوة. لنا جمعيات حقوقية، جمعية حماية المستهلك، لكن ماذا يمكن أن تعمل جمعية حماية المستهلك إذا كان الناس ينزوون عن كل شيء وعن الخط الذي نرسمه نحن للناس، والناس يذهبون إلى هذه المنتوجات؟ أمور خطيرة جدا. فكما قلت، هذا النظام الغذائي السليم هو أولا نرجع إلى أصل الأشياء، فالله خلق كل شيء وأحسن خلقه، فإذا ما تغير هذا الخلق فيصبح خطر ولا محالة 100%. العلماء الآن يراهنون على هذه الأشياء، لأن زيادة السكان يجب أن تكون هناك إكتار الإنتاج، ولا يمكن لإكتار الإنتاج إلا بالتغيير وإلا بالتقنيات الحديثة، الري والتغيير الوراثي وما إلى ذلك. فانطلاقا من هذه النقطة، فالعلماء كانت لهم حسن النية، كان لديهم حسن النية، لكن لما أصبح الأمر بيد شركات، فالشركات ليس لها عاطفة ولا تحن ولا ترحم المستهلك، فالشركات لها دخل وتريد المال، تريد الكسب بأسرع ما يمكن وبأقصى ما يمكن. فإذا كان الأمر أصبح عند الشركة، فالعلماء
من طبيعة الحال لا يمكن أن يتحكموا في هذه الأشياء وسيسلمون لا محالة. عهد الناس أن يتكلموا عن الجراثيم، لما نتكلم عن الأغذية يقول وسخاء عفنا فيها ميكروبات فيها، هذا خطأ. والله يا إخواني الميكروبات لا تمثل إلا 1% من الأخطار، انظروا إلى 1% من الأخطار. الميكروبات ليست هي المقصودة بالخطر الذي نريد أن نبينه للناس أكثر ما هي الكيماويات. انظروا البيولوجيكال فيها الفود بوزنين، هي التسممات الغذائية. الله أول سطر اللي تشوفوه الفوق فود بوزنين، استسمح إن كانت الشرائح بالأنجليزية لأن علينا كيف ما كان الحال، فمحاضرة تلقى في أجواء مختلفة في جامعات وفي دول أخرى، فيجب أن تكون باللغة الأنجليزية على العرض باللغة العربية وسنترجم فورا. في السطر الأول فود بوزنين هي تسممات غذائية لا تمثل إلا 1%، وتتبعها البيولوجيكال يعني الأحيائية، الخطر الأحيائي الحي، تتبعها الجي ام او هذه المغيرة وراثيا، الخلائق المغيرة وراثيا، كل شيء تغير كما سنرى، ثم تتبعها الكيماويات. الكيماويات يعني المبيدات والمعادن الثقيلة مثل الزئبق والحديد وكذلك الرصاص الموجود في الماء وفي بعض المواد الغذائية، ثم مواد التعليب البلاستيك، وكاين شريط خاص يعني حتى كاين سيديروم كاين شريط خاص على المواد البلاستيك والتعليب، شريط خاص على مواد البلاستيك والتعليب في تقريبا ساعتين على هذه الخطر ديال التعليب. ومن الناس من ياخذون الطعام سخون في البلاستيك، ومن النساء من تغطي الكسكس بالبلاستيك، ومن النساء من تعمل اشياء ماشي سخونه يعني بدرجه 90 درجه في البلاستيك، ومشي باي بلاستيك، بلاستيك اسود. يا إخواني أنتم تقتلون أنفسكم، فاتقوا الله، والله فاتقوا الله في أنفسكم وفي أطفالكم. فالبلاستيك يا إخواني ما يتعملش فيه الماكلة سخونة، وما والألمنيوم ما تطيبوش بالألمنيوم، وحتى الأشياء سخونة ما تطيبوش يعني بالورق ألمنيوم، هذه أشياء خطيرة جدا، لأن المواد الغذائية تمتص هذه الأشياء. حتى الناس ولو يأخذون الحريرة من بائع الحريرة يعني من الشارع يأخذونها في أكياس بلاستيك ما شاء الله. وكثير من الناس يأخذون خبائث سخونة الآن في بلاستيك، لماذا لا تأخذونها في ورق عادي، ورق غادي؟ المصريين ما تعرفوش البلاستيك، تعرفوا راكم شفتوهم في الأفلام تدخلوا بهذيك كل شيء التعليب عندهم كاغط، كلهم التعليب عندهم ورق، لأن على أين ينقصون بعدها كينقصوا 15% ديال الأخطار من المجتمع ديالهم بالأوراق. عاد المضافات الغذائية، ثم المضافات الغذائية هي المضافات التي نريد بأن نحفظ أو ننكه أو نجمد أو نصبر أو نلون أو يعني السطر يعني فالمسافة طويلة. فلما النساء يعرفن هذه الأشياء جيدا، الملونات هناك أحمر وأخضر وكل علين، بعض النساء تضيفنا هذا بحال في السيرو مثلا، تأخذوا السيرو هذا السيرو ديال النعناع ولا سيرو أي سيرو فيه ولا بيستاش ولا يعني فيه ملون أحمر ولا أخضر، دابا ولاو ملونين كثيرين، ولا مثلا بعض المواد ديال الحليب، حليب مخمر ترون ان هناك الاحمر والاصفر والاخضر وكله، وتاخذون مثلا مثلجات كذلك خضراء صفراء حمراء وتاكلونها، ولما نضيف هذا الملون جميل، هذا الملون هو السم، لو اعطوه لكم بدون ملون يكون احسن، هذا الملون سم يا اخواني. النساء الذي لا تشترين هذه الملونات سموم، حتى هذه اللي كتسموها الخرقوم هذه يعني ملفوفة في كاغط تضيفون شيئا ما، والنساء لا يمكن أن يتغاضوا عن هذه لأن اللون أصفر للدجاج وما إلى ذلك. يا إخواني هذا الروج كوشنيل هذه حشرة تأتي من جزر خالدة تسحق وتباع للناس، والشيء القليل منها يلون المواد الغذائية، وهو السم وهو مادة سرطانية، وهي ممنوعة في أوروبا، ممنوعة في أوروبا منعا كليا، منعا تاما، ممنوع تدخل التراب الأوروبي والتراب الأمريكي، ولكنها تباع في الدول يعني السائرة في طريق الهلاك في طريق النمو. فنتبع الهرمونات، الهرمونات مثلا فالدجاج الآن والعجول وكل شيء الآن يسمن بالهرمونات. فالدجاج كان على 6 أشهر 5 شهور 6 شهور يعطي كيلو جرام ونصف ولا كيلو جرامين، الآن في 42 يوم ولا يعطي كيلو جرامين و250 جرام. لا يمكن هذه السرعة في اللحوم هكذا ينتفخ، فعملوا عاملين، العامل الأول وضيقوا المجال باش ما يبقاش يجري يضيع يعني يضيع طاقة، ضيقوا عليه المجال باش يبقى ياكل واقف ذاك اللي كالها تزيد، ثم الهرمونات كي ينتفخ، ومن الهرمونات الاستراديول والبروجستيرون والسوماتوتروبين والهرمونات التي تستعملها النساء. والان امور يعني اصبحت بشكل خانق وبشكل خطير جدا، ان اوروبا الان لا تعرف اين تسير، ماذا نقول نحن اذا كانت اوروبا الان هذه الاشياء اصبحت يعني لا تملك زمامها. دروجز، هذه الدروجز هي تعني كل العقاقير التي تضاف للمواد الغذائية قصد غاية ما، يعني لما نضيف أي كيماوية لمادة غذائية يجب أن نعلم لماذا. فمثلا الحليب مسحوق حليب غبرة،
مسحوق حليب لما يجفف إذا لم تضاف له بعض المواد الكيماوية، فلما يعني تأتي تضيف عليه ماء فيتكون لك بعض يعني لا يذوب بسهولة، لا يكون متجانس، لكن نعم فتبقى فيه حبوب كبيرة ولا يذوب، فيجب أن يكون فيه يعني مكون كيماوي كي لما تضيف له الماء يعطيك حليب متجانس سائل جيد. والإيراديسيون يعني التشعيع في المغرب، ليس لنا تشعيع إلا بعد المواد التي نستورد، ومنها التمور، التمور التي تستهلكونها والتي مستوردة حتى من دول عربية، من الدول بحال مصر مثلا وتونس كذلك، فبدأ التشعيع في هذه الدول وهي مواد مشععة. نحن الآن نصيح بأعلى صوتنا بأن حتى طهي الطعام على النار ينقص من جودتها، ولا نعلم ماذا يقع في المفاعلات الكيماوية لما تسخن أكل، لا نعلم ماذا يقع فيه. حليب سخنته فيه يعني كيماويات بالآلاف، لما تسخن فالحرارة تحفز كاتاليز تحفز بعض المفاعلات الكيماوية، ولا ندري ماذا يقع، لا ندري ماذا يقع كيماويا، عليه جودة تنقص، بعض الفيتامينات تذهب. ثم إذا أضفنا مثلا لراديياسيون هذو الجاما اللي كيديروا يعني لراديياسيون يعني تشعيع المواد الغذائية، فهذه يعني هذا لراديياسيون هذا يعني هناك مفاعلات كيماوية تحفزها ولا ندري ماذا تعطي، مكونات التي تعطيها. كذلك المايكرو اوند، هذو اللي عندهم الميكروويف، اللي عندهم الفران ديال الميكرو اوند، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، وانا ساحاججكم امام الله سبحانه وتعالى، سايقف لكم يعني احاججكم امام اللي عنده الميكروويف في داره، اللي عنده الميكرو اوند في داره، الله يعني يطلعوا السطح ولا يلوحوا ولا ما يصدقوش، لانه لا يجوز في الصدقه لانه مضر، هذا يطلعوا السطح ولا يحرقوه ولا يرميه في شي قنت ولا يبقى حطوا ديكور يولي اوجي انتيكير كيسميوه، يعني شيء يعني قديم جدا. فهذه اللائحه طويله جدا، رغم انكم تسمعون الميكروبات، لماذا؟ لانهم يخفون عليكم هذه الاشياء يا اخواني، لا يريد لا 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 يريد لا يريدون الصناع لا يريد للمستهلك ان يعلم هذه الاشياء، لماذا؟ لانه يضيفه ويسكت، فهو دائما يتكلم عن الجراثيم كي يخفي المشكل العويص والمشكل الكارثي المشكل الخطير. ليست الجراثيم هي المشكل، انما هذه هي المشاكل، لان مواد سرطانيه مواد قاتلة، وهي التي الآن نحن يعني ننصح المستهلك عامة ونحسس المستهلك بهذه الأخطار. فالخطر البيولوجي على البكتيريات فيروسات وبعض الفطريات، الفطريات هي هذه الغملة، يعني الغملة خضراء وحمراء كتشوفوها على الخبز وعلى بعض الفواكه، ها يعني هذه تعطي خطر لما تصيب الحبوب الجافة مثل القمح والذرة والشعير، كذلك فول السوداني لا رشيد، وتصيب كذلك زيتون أسود، زيتون أسود هذه الطريقة المغربية لما يضيف له الملح كي يجف ويبقى هناك، فهناك فطريات تنمو عليه، كذلك العنب والخمور الحمراء المغربية فيها قسط كبير من التوكس مايكوتوكسينات التي تنتجها الفنجي، يعني هذه الفطريات. فهذه الأخطار يعني أنا كما قلت لكم لا تأخذ إلا 1%، طبيعة الحال لائحة المعروفة يعني في المغرب الليستيريا لا زالت يعني ليست خطيرة، الليستيريا إلى حد الآن ليست خطيرة في المغرب، إنما في أمريكا وأوروبا نعم، إنما الليستيريا حتى بعض العلماء عندنا بعض الباحثين والأطباء الآن أصبحوا يأخذون نفس الشيء كأمريكا، يقولنا أن الليستيريا هذا ميكروب، الليستيريا الآن ليست خطيرة في المغرب، ليست خطيرة، خطيرة في أمريكا نعم وفي أوروبا، ولكن الخطر من المناعة المغربية ويعني الظروف والشروط الصحية المغربية، لا زالت الليستيريا لا تشكل أي خطر في المغرب، إنما ستافيلوكوكس الثالث يعني الثالث الميكروب الثالث، وحتى الأول كلوستريديوم بيرفرانجنس، والميكروب الثالث هو الذي يسبب تقيؤات وإسهالات عند الأطفال. وانظروا لما يأكل الطفل مثلا حليب مخمر ولا ريب ولا أي يعني جبن طري ولا شيء حاجة، ثم يتقيأ وسفاء استافيلوكوكس ولا الباسيلوس، كاين بعض الحالات ديال الباسيلوس سيريوس، فيعني لما يتسمم الطفل أو يتسمم الشخص فليس هناك حرارة، إذا كانت حرارة فهي حمى تيفويد، يجب أن يذهب بالفور إلى المستشفى. إذا لم تصحب هذه التسممات أي حرارة يعني ارتفاع حرارة الجسم، فيا إخواني لا تضيعوا فلوسكم عن الطبيب، لا تضيع، لأن ليس هناك دواء للتسممات الغذائية، فهي مواد كيماوية ما كاينش دواء يقتلها. فكفوا عن الأكل واشربوا ماء كثير، كفوا عن الأكل واشربوا ماء كثير، هذا هو الدواء ديال التسممات الغذائية. المايكوتوكسينات اللي تكلمنا عليهم ولا يكونوا في الفواكه الجافة وفي الحبوب ويعني حتى في التوابل وكذلك في مسحوق الحليب إذا ما حفظ في دروس، هذه المكونات تعطي سرطانات. ويعني نلخص هذه الأشياء كلها في سرطان الكبد، محقق سرطان الكبد محقق من المايكوتوكسينات، وهي تسمى بالفرنسية هيباتوتوكسيك، يعني هذه المكونات. فنصل إلى القسط الثاني وهو دائما الخطر الإحيائي، هو الخطر الحقيقي ليست الميكروبات، هو الآن هذه الأشياء التي غيرها العلماء، غيرها بإدخال بعض
يقولون أنا تحسين يعني improvement يعني هذا الimprovement يعني تحسين هذا الخلق. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقول أحسن كل شيء خلقه وأنت تقول بأن هذه الأشياء يجب أن تحسن يعني أن تدخل على هذا. هذا لا يمكن، هذا خطأ كبير. وحتى بعض العلماء الآن فهم بين نعم ولا، هل هي جيدة أو لا، هل هي صحية، هل نقبل بها أو لا نقبل. حتى العلماء الآن أصدروا فتوى هكذا يعني فتوى خارجة شاردة على الصراط السوي، وقالوا بأن إذا كانت للنبات والحيوان فنعم، وإذا كانت للإنسان فلا، يعني الاستنساخ. فأنا أقول هناك الكارثة، لأن الفتوى يا إخواني تحلل وتحرم. أنا أنصح، العلم ينصح، أنا لا يمكن أن أفتي، أنا أنصح الناس، لكن الفتوى تحلل وتحرم. إذا قلت حلال فحلال وحرام فحرام. وهناك بعض الجماعات وحتى بعض الأشخاص لا يريدون علوم، يقول أن الشيخ أفتالي نعم نعم، الشيخ قال بأن أشرب هذا المشروب الغازي فأنا أشربه والسلام، يعني علمك ولا فتواك ولا لا أقبلها. وهناك شيوخ كثيرون في العالم ويفتون كيف ما شاءوا، وكل يتبع هذا الشيخ. وهناك الكارثة العلوم، هناك ما تريده أمريكا، أمريكا تريد الاختلاف في الدين والخلاف، هذا ما تريد أمريكا كي تلعب على هذه الأشياء. حتى أن يعني بعد تجد أن جماعة تستهلك مشروب يعني لتغيظ جماعة أخرى، جماعة تستهلك مشروب، وأنا رأيتم بعيني وأنا أدراكم بهذه الأشياء، جماعة تستهلك مشروب في عيد الأضحى لما يكون اللحم والشحم، يشترون مشروبات غازية ويشربونها ضدا وغيظا في الجماعة الأخرى. سبحان الله، يعني هكذا سقطت الأندلس، والله أقسم لكم هكذا سقطت الأندلس. الأندلس لم تسقط بالكنيسة كذب، سقطت بالمسلمين أنفسهم لما كانوا يتآمرون على إخوانهم في الأندلس وباعوا إخوان في الأندلس. ونحن الآن نبيع أنفسنا هكذا، هل هو حلال هل هو حرام، هل نستهلك هل نستهلك. كينيا دولة ذات قيم، كينيا رفضت الذرة والقمح الأمريكي، الذرة العبرجينية، كينيا بلد يحترم، هذه تموت جوع ولكن لم تقبل بالمغيرات الولاتية الأمريكية. نعم، ها يعني والله دولة تحترم. وماذا نقول نحن؟ ليس لدينا حتى الخيار أن نقول نعم أو لا. فإذا أصبحت المنتوجات في الدار البيضاء، لأن شخص غادي يربح فيها 2 مليار يحط لك في الدار البيضاء، تدخل الدار البيضاء وستستهلكها، ثقوا بي ستستهلكون المنتوجات الأمريكية رغم أنوفكم. وهي دخلت يعني يعني حتى الشركات الكبرى بدأت كتسد في الدار البيضاء، جنرال تايرز وقاع هذوك يعني السدان بدأ في اسمي. علاش؟ لأن المنتوجات لما تدخل بطبيعة الحال المنتج الوطني لا يمكن أن يقامي من هذه الأشياء، وهنا يظهر يعني الضعف ويظهر الفراغ الحاصل في الاستراتيجية التنظيمية للأغذية في المغرب. فراغ شاسع، فراغ شاسع. ماذا عملنا؟ لا شيء. هل نزرع الشعير المغربي أم الشعير الأمريكي؟ والله يسألوا الفلاح، اذهبوا واسألوا الفلاحة، هل يزرعون الشعير الأمريكي أم الشعير المغربي؟ اسألوهم. هل يزرعون الآن زيتون دخل المغرب عبر جيني؟ الفلاحة الآن يتسابقون يزرعوا هذا الزيتون الآن. عنب دخل عبر جيني من إيطاليا ومن 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 إسبانيا، يتسابقون على هذا العنب اللي يزرعونه، لأنه لا يطلب ماء كثير ويقاوم، لأنه يعطي عنب جيد وبدون عظام داخلية، بدون حبوب داخلية، ولأنه ولأنه. هكذا يا إخواني نضيع بلادنا، وهكذا نضيع قيمنا، وهكذا نضيع كل شيء في 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 هذه البلاد التي هي فيها كل شيء. ماذا نقول عبر هذه المنتوجات؟ لا شيء. يعني هل هذه الأشياء صحية أو غير صحية؟ هل هي خطرة أم لا خطرة؟ العلماء الآن في تخبط شديد وفي مرتبكون. فأنا منذ الوهلة الأولى منذ 1982 يعني يلا ظهرت السيدة، يلا الناس يتكلمون عن فيروس السيدة، وكنا احنا نعمل على البحث العلمي على أشده لما كنت أنا في دكتورة في دراسة في دكتورة فرنسا. في الغرب كله في أمريكا كان البحث على أشده حول هذه المكونات. فأول ما يعني أول يوم دخلت للدراسة في هذه الأشياء قلت لا، ولا زلت أقول لا، ولا لن أغير من هذه لا، وليقع ما يقع. ومن أراد أن يتكلم هناك سبورة وطباشير، أنا لا أقول أي شيء، بأي عالم يأتون به باللغة التي يريد بسم الله، بأي عالم يريدون بسم الله. ويعني نتحاج بالعلوم، وربما نصعد المستوى إلى أعلى درجة كي نعرف هل هذه العلوم هل هي صائبة أم خطيرة. هي الآن تقتل العلوم، تقتل الناس الآن، العلوم تقتل الناس هكذا. العلماء سيغيرون هذه الأشياء بدعوى الجودة، تحسين الجودة وتحسين الإنتاج وإكثار الإنتاج والأمن الغذائي وما إلى ذلك. فهذه كلها
أشياء خطيرة كما سنرى. فيعني هذه الحمضيات الداخلية في النواة التي غيروها تعطي يعني آخرها سرطان. الناس يصنفون سرطان في الأول، والله سرطان ليس هو الخطر الأكبر، انظروا الخطر السادس، لكن الخطر الأول هو الديابيت. راكم شفتوا دابا يعني السكري ولا اللي يعني المنحنى ديال السكري غاد بواحد السرعة يعني صاروخية، والسيستيك فيبروزيز عاد سكليروزيس يعني الكبد دائما الكبد، الليسيميا سرطان الدم، والهيرت أتاكس هي ما الشرخة القلبية، هي يعني هذه الانسداد الهيرت أتاك هذه القلب، أمراض القلب، ثم السرطان خطر السادس السرطان. يعني الناس يقولون أن السرطان هو أخطر، ليس هو أخطر، إنما يعني ما خفية أعظم وأدهى. فحتى يعني بعض المكونات الآن نشوفه في البريجنانسي، يعني المرأة الحامل الآن وهي والطفل، المرأة الحامل والطفل أصبحت معرضة لخطر مباشر، خطر مباشر. يعني الآن المرأة حامل ممكن أن تموت هي والطفل، ممكن أن تموت هي ويبقى الطفل، ممكن أن يموت الطفل وتبقى هي، أو يعني تبقى فيك أعراض في البيت ويعني وهلو مجر. وحتى التشوهات الآن الأطفال يزدادون بتشوهات يا إخواني، إما ظاهرة مثل الجلوكوم في العين ومثل الإيرني هذه الفتق، مثل ليبوسبادياز، مثل أشياء خطيرة الآن يزدادون بها الأطفال. ولكن الباطنية كذلك، هناك أشياء باطنية أن أطفال لهم حساسية لكل شيء، مثلا دياريدوسيلياك هذه الجلوتين، الآن أطفال ولات عندهم حساسية للجلوتين، قوش يأكلوا خبز الأطفال، يعني كتراش يعني الطفلات البنيات ولات تصيبهم سمنة. انظروا الطفلات الآن اللي في المدرسة الابتدائية عندهم الوزن ديالهم أكثر بكبير من القامة ديالهم، وعند يعني أغلبهن الآن عندهم سمنة، باقي صغار عندهم سمنة. علاش؟ لأنهم تعرضوا للهرمونات في الرحم، ثم الآن الأكل لما يزدادوا يأكلون هرمونات، يستهلكون هرمونات في الأكل، أمور خطيرة جدا. فبعض العلماء يقولون بأن الجين ثيرابي، بأن عبر هذه الأشياء ممكن أن نسوي يعني أن نشفي بعض الأمراض مثل السرطان. يعني كل الآن يراهنون على الجينيتيك انجينيرين يعني باش يشفيوا السرطان، ربما هذاك الجين زولوه عبر الهندسة الوراثية ولا يبقى هناك سرطان. نعم، ولكن إذا قدروا، لأن الله سبحانه وتعالى سوى الخلق وسوى هذه الجينات كلها في الكروموزوم، إذا قدروا على هذه الأشياء فنعم، ولكن لن يقدروا. لماذا؟ لأن ما يحرك أي جين داخل الجينوم داخل الخلية فلا يعرفون ماذا يقع في الخلية، ربما يحل محل جين آخر أخطر بكثير من السرطان. أنت أزلت سرطان ولكن سيحل محل جين آخر، ربما هذا الجين سيجعل العمر ينخفض من 60 سنة إلى 25 سنة. وقد سمعتم بالأطفال الذين كانوا قد حقنت لهم بعض الهرمونات في أوروبا وماتوا على سن 22، وصلوا 22 كلهم ماتوا، كاين اللي كان في القسم مات، كاين اللي غادي في الشارع مات، كاين اللي في المترو مات، ماتوا كلهم على سن 22 يعني دفعة واحدة. حتى أمهاتهم هذه الصدمة وهذه لا يعرفون ماذا عليهم تقبلوها، لأن الموت كيف ما كان الحال، يعني أنت تبكي حتى ولو بكيت الدهر كله، فالموت هو الموت، يعني حقيقة لا لا لا, لا, لا تنكر. وماذا يجدي البكاء بعد؟ يعني نمر بسرعة إلى الأشياء. فهذا يعني المكونة التي جعل فيها الله سبحانه وتعالى سر الحياة، دقق الخلق فيها. والطلبة الذين درسوا هذه الأشياء علمنا أن الأدينين مع التايمين، والسيتوزين مع الجوانين، إلا أن الجوانين تسولي إيراسيل في الآيرين. فهذه الأشياء يا إخواني تلعب على الإلكترون، إذا غيرت إلكترون واحد ماشي درة، إذا غيرت إلكترون تغير المخلوق كله، المخلوق كله يتغير. ويعني تراديشنال بريدين، لما كنا نحن نختار الذره الجيده، راكم شفتوا الفلاحه كانوا يختارون البذور الكبيره، فيختارون هذه البذور ويخزنونها ثم يزرعونها، كانوا يختارون بذور جيده اللي يعني كنسميوها احنا الانتقاء يعني الجيد. الشخص يختار مثلا يعني حولي هذا الكبش جيد، ويختار مثلا تور جيد، ويختار كانوا يختارون هذه الاشياء الذي نسميها نحن الان، يعني هي طرق الانتاج المراقبه. يعني حتى الديك كانوا يختارون ديك جيد احمر للدجاج. فالان العلماء لا يريدون هذا الاختيار الطبيعي، انما يريدون جينات. فمن بين هذه الجينات نجد، نمر بسرعه، ان كل شيء غيروه، القطن والطماطم والبطاطس والحليب، ما يعني سكواش القرعيات، الصويبين، الصوجا، الشجر بيت، يعني قصب يعني شمندر السكر، سانفلاور، هذا نوار شمس، والطماطم لائحة طويلة، يعني هذه الموز، فيجيتابل وايز، يعني بعض التقنيات الآن الزيتون، أصبح زيتون الآن يعطي 35% عوض أن يعطي 19% من الزيت،
اللي سمعوها الفلاحان يعني حتى ولو وضعت امامه يعني الدرك الملكي بمتريات، اذا سمع بان زيتون يعطي 35 فسيغرس هذا الزيتون، لانه يريد الطناج يعني يريد الانتاج ويريد مال، ولا يمكن ان يتغاضى عن هذه الاشياء. فامر بسرعه، هذا التغيير الوراثي لا نعلم ما بداخل هذه الاشياء، ولو علمنا ما بداخلها كما قلت لكم لا يعني فهي تشمئز من النفس، ولكن رحما من الله سبحانه وتعالى، رحمة منه بكم أنكم لا تعلمون أي شيء، وأنكم لازلتم تأكلون مطمئنين، تأكلون أكلكم مطمئن، فأنا لا أكل مطمئن والله يا أخي، وإن أقسم لكم أنا لا أكل أي أكل مطمئن، حتى أني لا أثق بهذه يعني هذه الأشياء التي تشترونها يعني الكلينيكس، هذه معني كلينيكس ماركة، ما خصكش تقول الكلينيكس اسم المادة هذه، أنا لا أثق فيه، ربما تكون في أشياء أستنشقها وتمر إلى لا أثق، والله ليست لدي ثقة في أي شيء الآن بهذه الأشياء المعروضة الآن في السوق، كل الأخطار تحيط بنا، وأنا أعلم وأنا أدرى منكم من هذه الأشياء، وأعلم الصناعة إلى ماذا تؤدي، وأعلم كذلك كيف صنعت هذه الأشياء، يعني البروسيس لما ندخل في هذه العلبة السوداء اللي تسمى تصنيع العلبة السوداء، نحن ندخل للعلبة السوداء، أنتم لا تدخلون لها، أنتم ترون المنتوج يدخل ويخرج، نحن ندخل للعلبة السوداء كي نرى كيف يصنع هذا المنتوج، وكيف يصبح زيت يعني سائل، مادة سائلة تصبح دسمة صلبة تسمى المارغرين، نحن نعلم كيف تصبح هذه المادة الصلبة، ثم نحن نعلم كيف هذا الحليب يجفف وكيف يعالج ليشتي، الناس يشتروا الحليب ليشتي وهو باهظ الثمن، راه ماشي باهظ الثمن حيت الجودة ديالو عالية، حيت البروسيس يعني حيت الطريقة الصناعية ديالو يعني باهظة، ماشي حيت الجودة، هو أدنى جودة هو الحليب لو أشتي، تابعوا الباستوريزي عاد أعلى جودة هو الحليب طازج، حليب طازج هو أعلى جودة، لو أشتي ماشي هو أعلى جودة ما شاء الله، ولكن الناس يقلبون الأشياء يعني المبسطر أحسن من لو أشتي بكثير، والطازج إلا قدرتوا تشريوا الطازج يكون أحسن من المبستر وحتى من المعقم والمجفف كذلك، يكون حليب طازج وتسخنوه بأنفسكم أمام أعينكم وترون ماذا تأكلون أحسن ما يكون يو اتش تي، الله أعلم ماذا فيه، الله أعلم، لأن اليو اتش تي بعد أصحاب القلب ما خصهمش يشريوه، لأن المادة الدسمة شفتوا الحليب لما تضعونه يكون واحد يعني هذه الدسم يتحتل ويكون يعني الدسم يطلع فوق يعني نسميه التحتيل، يعني هذه إحصائية 1999 الآن مضروبة في 2، الذرة بيوتكنولوجيا الكورن، الذرة المغيرة عبر جينيا الآن أصبحت أكثر من 70%، والصويبين يعني السوجة أصبحت تقريبا الآن 90%، فهي الآن ستصبح 100% عبر جينيا، والذرة هي التي السوجة هي التي نستخرج منها هي التي نستخرج منها زيوت علينا زيوت، يعني لا ندري ما هل هي أولا من الصوجة، لأن هناك نوار الشمس وكذلك فول الصوجة لرشيد والصوجة، لكن زيوت الآن مستوردة من الغرب كلها تقريبا زيوت الصوجة، لأنها رخيصة جدا ولأن الصوجة تنتج بكثرة، فبعض الناس يخشون المكونات الخنزيرية، يا إخواني المكونات الخنزيرية هي ضارة، نعم ليس هناك أضر شيء من المكونات الخنزيرية، لكن هذه الأشياء يضربوا المكونات الخنزيرية في 5000، خطر الخنزير مضروب في 5000 لما نتكلم عن التغيير الوراثي، والعداد لا زال يدور بسرعة، وكل الأشياء ستكون من النبات إلى الحيوان، فانظروا الباذنجان كيف أصبح أبيض معكوف أو أحمر أو أسود كذلك طويل، يعني فهو يعني نحن نريد باذنجان قصير لأن النساء لا يعرفنا كيف يعني يطبخنا هذا الباذنجان إلا لما يقطعنا هذا الشيء ثم يطبخ في الزيت، وهو أسوأ يعني طريقة لاستهلاك الباذنجان، وكل الناس سبحان الله كل الناس يذهبون يعني كل النساء، الرجال لا يطبخون، والنساء يذهبون إلى الباذنجان في الزيت، فأول الباذنجان يمتص زيت 5 مرات أكثر من البطاطس راكم عرفتوها، وهذا الزيت لما يسخن على درجة 250 حرارة درجة حرارية فتصبح في بعض مكونات سرطانية يعني مواد التأكسد، ثم يعني حتى لدوبليزون سيسو ترانس كيتغيروا، وإذا أضفنا له باذنجان فأنتم ستستهلكون زيت مؤكسد بكثرة، يعني اللي أخذ 2 أو 3 قطع يعني من الباذنجان فقد أخذ ما يكفي للمرض الكيماوي، وهناك من يأخذ أكثر من 3 قطع، فهذا تفاح الله سبحانه وتعالى خلقه تفاح لكن بداخله ليمون، وإذا به يصبح ليمون،
فهذه الجينات الليمون أدخلت في التفاح، ولما تفتح لماذا؟ لأن أوروبا ليس لديها ليمون، ليس لديها برتقال، وطبيعة الحال أخذوا الجينات من الليمون وأدخلوهم في التفاح، وشجرة التفاح أصبحت تعطي ليمون، والخلق هنا قد غير. هل تحبون هذا المنتوج؟ بالله عليكم ليه؟ لأن الفطرة السليمة عند الشخص عاهدت منتوج كما خلقه الله، عاهدت التفاح تفاح والليمون ليمون. لما تعطي الشخص تفاحة ويجد بداخلها تمور فهو لم يعهد هذه الأشياء، وحتى النفس لا تحب هذه الأشياء وتشمئز منها. ثم الطماطم كان يصيبها فساد بسرعة، على اليمين ترون الطماطم كيف تفسد، هذه على اليسار طماطم مغيرة وراثيا أدخلت لها جينات. الآن طماطم نساء، الآن طماطم لا تضعها في الثلاجة، لا تضعها في الثلاجة، يعني هي لا تفسد لأن أدخلت لها جينات كي تبقى تحت حرارة عادية ولا تفسد لمدة 10 أيام. لكن شتو الطماطم بقاوش كي راه النساء يعرفنا هادشي، الطماطم بقاوش كتخنز كما كانت من قبل، كانت تتفسد على يومين 3 أيام، ولا من قبل كان يصيبها ذباب، هذه ذبابة الخل كان بعد يعني ناموس لما تفسد تجلب ناموس. الآن طماطم لا تقربها الحشرات، تقتل الحشرات لأن أدخلت لها جينات فهي لا تفسد من طبيعة الحال ولا تقربها الحشرات. الذرة كذلك غيرت وراثيا ولا ندري أي مثال. الحيوانات يعني الأبحاث بدأت في المختبر على الفئران، على الفئران بطبيعة الحال، لأن من الفأر إلى النعجة وإلى البقرة وإلى القنية وإلى الدجاج وإلى الديك الرومي إلى آخره، فتبدأ في المختبرات على هذا الشكل كي نتيقن من الجينات ومن التغيير. أن العالم هنا يقول أنه إذا أصاب هذا الشيء فلا يخطئ، يعني بحال ميسيل من اللي يعني طائرة ترمي ميسيل كيكون تارجت هذا يعني اللي فينا يصل، يعني يجب أن يكون مدقق وإلا هذا الشخص يشنق. فالعالم يجب أن يدقق، وإلا أنه عوض أن تكون نعجة ستكون فيل، فيجب أن يدقق في الخلق جيدا وأن يدقق في التغيير كي يصيب هذا التغيير في مكانه. فهنا هذه الفئران يا إخواني لم تحلق يعني بشفرة، إنما حلقت بالهندسة الوراثية، فهي ازدادت هكذا، والجين المسؤول عن هذا الشعر يعني جينات عديدة، فهو قسم على النصف أو ممكن أن يقسم على 3 أو 4، فلما قسم الجينات أزال النصف، والنصف الأمامي من جهة الأذنين أزال النصف الأمامي وترك، وممكن أن يزيل النصف الخلفي ويبقي النصف الأمامي. هنا العالم ينظر كيف يضع الجينات، وجينات أخرى من طبيعة الحال لتكتير اللحم ولتصبح هذه الفأرة نعجة، يعني لتصبح النعجة بقرة، أما هو الفأرة ما 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 شنو ماذا يعمل بها؟ هذه جينات، هنا العالم يعمل تجارب. هناك حشرة كانت تضيء في الليل، أنتم تعلمونها جيدا، فأخذ الجين المسؤول عن الضوء عند هذه الحشرة وأدخل إلى القنية وأصبحت كلها تضيء، يعني تصور أرانب في الغابة يعني هكذا تضيء في الليل وتذهب بهذا الضوء. هذه حقيقة، ليست يعني ديسانايف كما تسمه، ليست يعني رسوم باليد. وكذلك السمك، وأول سمك الآن يعني الذي أصابه التغيير الوراثي سمك سالمون، والدول الاسكندنافية الآن تنتج سمك في الأحواض، سمك سالمون بكثرة وبطناج عالي. هذه المكونة التي تضيء أدخلت كذلك للأسماك، والعلماء يرون كيف هذه يلعبون بهذه الأشياء ويعبثون بها. خنزير الآن يقارب وزن تور، فالخنزير لا يزن 400 كيلو أو 500 كيلو، فهذا الخنزير يزن نصف طن، ويعني الإنتاج من طبيعة الحال الشركات لا تريد. فالآن المغرب يستورد، الآن المغرب يستورد لحوم بثمن 16 درهم للكيلو، يعني جاهزة للأكل، يعني وصل للدار البيضاء 16 درهم من بلجيكا ومن أرجنتين، من بعد الدول التي ليس فيها أبقار مجنونة. المغرب يستورد لحوم ب16 درهم للكيلوغرام، يعني والقمح يصل إلى ميناء الدار البيضاء تقريبا 95 سنتيم، أقل من درهم. ويعني هذه أشياء الشركات لا تريد، يعني لا تريد إلا الربح، تريد تكثير الإنتاج. هذا الديك الآن، الديك الرومي كان يزن، الديك الرومي كان يزن 6 إلى 8 كيلوغرامات، 9 كيلوغرامات، يعني إلى وصل 9 كيلوغرامات فيقول الشخص أنه ما شاء الله. والآن الديك الرومي كم يزن؟ هذا الديك الذي تأكلون لحمه كم يزن؟ 28 كيلو، يصل إلى 30 كيلوغرام. فانظروا كيف ضربت في 3. حليب اليوغورت فيه مضافات كيماوية يا إخواني، هم يرسمون الفانيلا ويرسمون التوت ويرسمون يعني تفاح وأشياء، ولكن بداخله كيماويات ليست مستخرجة من هذه الأشياء،
ولو يرسمون هذا التوت الشوكي على الـ على الـ على الحبة ديال اليوغورت فبداخله مكونات كاين أروم بالفرنسية وكاين أرومات. أرومات يعني تمثيل كيماوي سانتيز كيميك. فليس هناك أروم، ما يمكنش يستخرج لك الأروم الفانيلا ويعملوا لك في اليوغورت، هذا لا يمكن بالثمن الذي تشتريه، إنما فيه كيماويات لافانيلين شيميك سانتيتيز شيميك رخيصة جدا في السوق، رخيصة جدا. قطرة ديال الفانيلين في يعني في تقريبا في طن ديال اليوغورت، وعندك نكهة جيدة أنت تحبها جيدا، والناس يأخذون اليوغورت للأطفال الصغار وللمرضى في المستشفيات، وما شاء الله هو ليس منتوج بجودة عالية ومنتوج سام وفيه سموم كثيرة وفيه مخمرات عبرجينية، والآن يضيفنا إلى جيلاتينات وفيه علين. فرقم واحد الكولورين هما الملونات. ثاني بعض الأشياء التي تجعل المادة الغذائية يبقى لها لونها الأصلي، لا تضيع هذا اللون، اسمها ليزونتي أوكسيد. كاين بعض الألوان تؤكسد وتضيع، فهنا محفظات اللون كولور ريتينشن ايجنتس. عاد البريزيرفاتيفز هما اللي كونسيرفاتور يعني المحفظات، المواد التي تحفظ المواد الغذائية، من الأسيد سيتريك، من البنزوات، من السوربات، يعني من مواد كثيرة، من حتى البي اش تي والبي اش ال اللي يضيفنا في الزيوت ضد التأكسد، من مواد كثيرة تضاف هذه المكونات. ثم الارتيفيشيال سويتنين هما يعني اللي يزيد الكورون، هذه التحلية اللي حليوا بها الأشياء. فلا أعطيتكم مثل، سألتكم على هذه العلكة شوينغوم، العلكة السكر الذي تجدونه في العلكة ما هو؟ هل هو سكروز سكر الذي تضعونه في شاي، أم سكر من نوع آخر؟ لا أحد يعلم. إنكم تمضغون شيء حلو يعجبكم ونقلتموه من هادو المشرفين على الفرق الرياضية ملي تكونوا تفرجوا في الماتش، كيبان لكم لونترينور كيندغ والناس كلهم لو كيندغوا، ياكم شفتوا لونترينور ديما عنده شوينغوم في فمه. فهذه العلكات يا إخواني فيها سكر سوربيتول، لأن السوربيتول رخيص ولأنه حلو، يعني القوة التحلية عنده مرتفعة، عوض ما يعمل جرام تيعمل 0.1 جرام ويكون الشيء حلو. وهناك مكونات حلوة أخرى يضاف لها السوربيتول، والسوربيتول ضرب حل عسل، قدروا يبيعوه لكم عسل وتشترونه في الأسواق، يبيعونه لكم عسل ولا أحد يعلم، يعني لأنه حلو وسائل بحل العسل، ويقول لك عسل سكر وليس حتى عسل سكر، ليس حتى عسل سكر. ثم الفليفورين إنهانسرز هما يعني التنكيه منهم الفاني، هذه النساء ملي كيعملوا الكيكة كيشريوا واحد جوج ديال الساشيات كلهم، شو الخمارة والبالافاني، الخمارة والباني كتصيفط الدري للحانوت تصير جيب الخمارة والباني وتعمل الكيكة. والله لو كان عملت خبز هكذا، يعني خبز عادي يكون احسن من هذا من هذه من هذه من هذه السموم. ثم الفليفورين دائما اللي كيبقى عنده التيست هو المذاق، والانتي كيكين ايجنتس يعني اللي ما كيخليوش حتى المواد تحرق وكيعطيوه واحد المواد احمر، يعني واحد يعني في المظهر، يعني البسكويتات لما تكون بيضاء يعني لا يحبها الناس، يجب ان تكون حمراء شيئا ما، فهذا اللون هو لون اللي نسميه احنا لون البسكويت، يعني البسكويتات يجب ان تكون لها لون احمر شيء داكن شيئا ما كي يحبها الناس، اذا كانت صفراء او بيضاء فلا يحب الناس هذه البسكويتات. فلها كذلك مكونات تضاف الى الميلسيفاير، هم المستحلبات هذه المستحلبات تضاف في كثير من المكونات، والهم الفود اسيدز اللي كي الخل مثلا كان الناس يخللون كيضيفون الخل، ان الخل حامض، والان اصبح لاسيد سيتريك، وبعض الناس زيتون مثلا الان زيتون يضرب بالصودا لتزال المراره، ثم يضيفون له حمض حتى يكون حمض الكبريتيك سلفيريك هذا كي يصبح حامض، ثم يبيعونه للناس ممكن بالسرعه التي لماذا؟ لان المستهلك يا اخواني اصبح يبلع اي شيء. من قبل كان أباءنا لما يذهبوا إلى السوق كانوا يختارون الأشياء ويسألون عن أشياء ويسأل هذا وهذا ويختار من عند هذا ويذهب، أما الآن أصبحنا لماذا؟ لأنه لم الحانوت كيقيد عليكم ولا تبيع لكم اللي كان، هذا هو الغالب، يعني الغالب الله كيف ما كان الحال، هذا الكريدي هذا هو اللي جعل هذه المواد هذه في سالك مول الحانوت ولا كريدي كيعطيك الكز معني والله تشيلي عندي. فهذه الاشياء سهلت استهلاك هذه المواد، فلا احد عنكم يسال عن المنتوجات الذي يشتريها ويستهلكها، لا احد يسال، فهو يسال عن شيء واحد التمن بكم، انما يسال عن كنها وعن ما بها وعن اشياء لا يسال عنها. يا اخواني تنبهوا جزاكم الله خيرا. الزيتون يجنى في شهر 11، نعم ام لا؟ كي يتخمر طبيعيا يجب أن يستهلك في شهر 4، لأن التخمر البيولوجي تخمر إحيائي يأخذ وقت، يأخذ 3-4 أشهر. لماذا تشترون زيتون في شهر 11 والزيتون يجنى في شهر 11 في شهر نوفمبر؟ زيتون فهمتم، زيتون يجنى في شهر
نوفمبر وتستهلكونه في شهر نوفمبر. لماذا؟ لأنه لم يخمر، لأنه عولج بالصودا، ويعني لا صود كوستيك، الصودا الكاوية حتى، يعني عولج بالصودا ثم حمض بحمض الكبريتيك أو حتى يعني الخل ولا شيء، ثم يباع هكذا. يعني ربما الزيتون يجنى الأربعاء ويباع الجمعة، يجنى الأربعاء ويباع الجمعة ممكن. فالناس لا يسألون عن هذه الأشياء، لا يسألون عن زيتون في أي وقت يجنى ولا في أي يعني ولا كم من الوقت يستغرق يتخمر. فيعني المجمدات راكم شتون النساء الآن في التلفزيون كيشوفوا هذيك السيد سيدتي لما الجيلاتين وضعيها في الماء، لما تكون هيئتي الخليط كل جيلاتين دابت في الماء وتضيفينها على الخليط والجيلاتين. هذه السيدة الوقورة المحترمة الجميلة التي تعلمت معتفين، هذه لا تعلم أن الجيلاتين الموجودة الآن في السوق الدولية هي جيلاتين الخنزير، ليس هناك جيلاتين من حيوان آخر، لأن جنون الأبقار الآن يمنع منعا كليا بيع جيلاتين إلا جيلاتين الخنزير، لا يمكن أن نجد جيلاتين أخرى. فهذا الناس يجب أن يعلموا هذه الأشياء على الأقل. ويعني إذا كانت هذه السيدة يعني دبرت على هذا البرنامج باش تأخذ منه شوية ديال الفلوس، نعم، ولكن لا تقدح في أشياءنا، لا تقدح في عقيدتنا، فالقدح في العقيدة شيء خطير جدا، ليس في حتى في لا أقول قيمنا ولا عادتنا الغذائية، إنما في عقيدتنا هكذا بطريقة يعني تحت كما نقول تحت الطاولة هذا، وتمر هكذا والناس يستهلكون والنساء يستهلكن هذه الأشياء وبدون أن يسألوا عن كون هذه الأشياء. وستابيلايزر هما المكونات التي يعني تشد ضد التخمج. الفلور تريتمنت أجنت الأشياء تزاد في الدقيق، في المغرب لا زلنا لا نضيف أشياء للدقيق، ولكن في أوروبا يضيفون بعد المونوغليسيريد والديغليسيريد كيزيدوهم في الخبز كي لا يعني كي لا يجف آخر النهار. الجلايزين أجنت بعداش المغرب، والبروبيلانس يعني بداو تيدخلوا بروبيلانس راه واحد الساشيات ولاو كيزيدوهم في السمي، حتى ان لاصوص دابا النساء ولاو تيشرو اشياء يزيدوها في لاصوص باش تولي شويه تسمى ثيك، تولي غليظه شويه، هذه تولي ثقيله شويه. يعني تعلمون ان الان بعض الناس يتكلمون عند هذا الكود او، عندكم واحد او زائد ثلاث ديجيت ثلاث ارقام، هذيك او تعني اوروبيان، وزائد ثلاثه الارقام يعني كل مكون عنده الكود، عنده واحد الكود معروف به. وهذه المكونات يعني الآن هذه لائحة قديمة، أما الآن أصبح أكثر من هذه الأشياء. فالمكونات الحمراء هي مكونات سرطانية ممنوعة. وانظروا مثلا الخبز بريد يعني الفوق بايكين باودر، هذه البايكين باودر يعني هذه واحد مضافات مسحوق أبيض يضاف إلى طحين القمح مع الخبز. في المغرب تزيدوه، لأن تزيدوه في الطاحونة كتشوفوه انتم كيعطيوه الطواحن تزيدوه في الدقيق فيه الألفا أميلاز وفيه الأسيد ألفا أميلاز والأسيد أسيتيل ساليسيليك لونتي أكسيدو. هذا مسحوق أبيض يضاف في المطاحين في الدقيق، لأن البيكين باودر فيه الأو 450 أو الأو 500 يعني على الخبز أقل حاجة. الخبز فيه مكونات خطيرة جدا. والأو 282 هو مكون سرطاني الآن ممنوع، وال 170 300 وال 471 172 شوفوا الخبز كم من مكونات فيه. ونحن نشتري خبز نأكل هكذا، نشتري طحين نعجن ونأكل. فهذه الأشياء يجب أن تنشر وأن يعلمها المستهلك، يجب أن تنشر أولا وأن تناقش هذه الأشياء، وليس تمر هكذا في الظلام ونحن نأكل في الظلام. والله نأكل في الظلام ثم شوينغوم، انظروا شوينغوم يعني كتبوا مزيان، يعني خذوا قلم رصاص وكتبوا المكونات. في المكونات الحمراء هي مكونات سرطانية محققة 100%. فيها أنا سبق أن قلت 6 مكونات سرطانية، لكن 8 مكونات سرطانية في العلكة التي يمضغوها الناس، وهي لا تسمن ولا تزيد في أي شيء، ولكن لا تعطي إلا أذى للجسم. ويعني حتى الكريم هذه اللي كيشريوها الناس، القشدة كيشريوها، فيها كذلك محفظات، فيها 4 محفظات. علي ممكن المحاضرة تبقى وتأخذ هذه الأشياء. الكورن فليكس هذه اللي ولاو كيفطروا به الكولا، الكورن فليكس مكون سرطاني ومكونات أخرى. هذا لا يعني أن المكون الأحمر سرطاني مكون أخرى ليس مضرة، يعني المكون الأحمر سرطاني مكونات أخرى مضرة كذلك، يعني لأن محفظات كل المحفظات مضرة، ليس هناك محفظ غير مضر. يعني القاعدة العامة في أوروبا وفي أمريكا ليس هناك محفظ غير مضر. الفيزي درينك ما عندناش، كاين راه بداو كيدخلوا بعض المنتجات التركية الآن فيهم هذه المشروبات، الآن مازال ما وصلاش عندنا، ما وصلت عندنا الفيكي درينكس، كاين وصل مشروبات غازية عادية، ولكن مشروبات يعني بيضاء، هذه يعني مشروبات بيضاء فيها ماء وسكر وفيها بعض المكونات وحتى بعض المنعشات، ليست منعشات وهي قاتلات. هذه الانفنت فود يعني المواد الغذائية للطفل، حدث ولا حرج،
يعني حدث ولا حرج، يعني يعني لائحة خطيرة، والطفل هو الذي يعرض. الجيلي هو الكونفيتير، جيلي فيه 5 مكونات، الكيتشوب 2 مكونات سرطانية، المارغارينات شوفوا شحال فيهم، هذا عد النكتار كذلك، النكتار كذلك في مكونات الباودر فراوت اكستراكت، هذه الاشياء التي تضيفونها يعني هذه التي تشترونها يعني في الساشي يعني بلاستيك وتعملون مع ماء وتشربونها، هذه الباودر درينكين فيها لائحه طويله و6 مكونات سرطانيه. البودين يعني وجبه انجليزيه بامتياز، البودين هذو ما هي وجبه اوروبيه ولكن الانجليزيين ياكلون البودين، حتى في المغرب حتى المغربيات دوت يصيبوا البودين، لان علي الكتالوجات بدات تدخل من اوروبا، المغربيات كثير من المغربيات انا شفتهم يعني حي كاليفورنيا والاحياء الاخرى يعني يحضرون البودينز، انا شفت البودينز عند يعني لو وصلت لنا هذه المصائب هذه المغرب هما رجعوا جايين راجعين يعني وصلوا الخطر وجايين راجعين، وحنايا احنا سنلتقي بهم وسنذهب الى الخطر، على الاقل نرجعوا من نصف الطريق. بعض المكونات اللي كتباع بحال بعض يعني البوتاج، هذه الشوربه التي تباع في هي يعني جاهزة للأكل، يعني تضيف ماء تسخن وتأكل، فيها مكونات كذلك خطيرة. السوب يعني بالأنجليزية لا تعني السوب بالفرنسية، يعني كي دخلوا مع ليفوزامي يعني تسمى حاجة أخرى. كذلك بعض المعلبات من السمك تضاف إليها تركيش ديلايت، هذه الأشياء راه ولات تدخل دابا بكثرة، هذه تركيش ديلايت، تركيش ديلايت مال بحال البوتي فور، بحال هذيك الحلويات اللي كنصايبوا حنا في الدار، ولات تدخل. شوف أربع مكونات سرطانية، كل 4 مكونات كلها سرطانية في هذا التركيش ديلايت. ماشي غير تركيش، هي ماشي تركية، هي سمها بحال ماك سميتها هكذا تركيش ديلايت. فالوايبد كريم هذه القشدة، هذه اللي الناس يقبلون عليها، وأنا أقول لكم قاعدة عامة، كلما كانت بثمن باهظ كلما كانت قاتلة. الايس كريم كلما كان بثمن مرتفع كلما كانت قاتله، هذه خذوها من يعني اللهم يشتري الانسان جوده يعني متدنيه. انا انصحكم لا تشترونها، يعني لو بغيتوا نصيحتي لها لا تقربوها، واذا رايتموها فضعوا ايديكم على اعينكم، فلا لا تقربوا هذه الاشياء ولا حتى لا تذوقوها، ولو تكونوا يعني معروضين عند الناس ويكبروا بكم ويحلفوا عليكم حنتهم في الضرر، حنتهم ممكن جائز تحنتهم، بل شيء جائز يجب تحنتهم في هذه الكيميكال كونتامينانتس من الأكريلاميد. الأكريلاميد يا إخواني ويا أخوات، الأكريلاميد كاين في جوج المنتوجات الغذائية، حفظوا هذه الأشياء حفظوها سهلة، كاين في جوج المنتوجات الغذائية الأكريلاميد. الأكريلاميد هذه الله القوة مع هذه ستوكول مع 2002 نتيجة ديال البحث 2002 عاد نشروا البحث، هذه الإكراميد هذه بالإنجليزية. فهذا المنتوج يكون في مادتين غذائيتين هما الفرايت الفريت والشيبس، كاين غير في الفريت والشيبس، لأنه كيتكون من النشا من لاميدون، من النشا الذي يسخن على درجة عالية يعني 350 درجة حرارية، فيتكون هذا الأكريلاميد وتتكون في الفرايت في في في, في الفريت وفي الشيبس، وهما المنتوجات اللي كتعطيهم الأطفال ما شاء الله. الطفل تقتلونه بالشيبس يا إخواني، في مكونات جوج مكونات سرطان يعني مضرة مش سرطانية، الأكريلاميد وفيه زيت مؤكسد وفيه ملح ليبرتانسيون، فيه الملح، والطفل لما يخوض هذه العلبة ديال الشيبس هي كافية باش يعني تصيروا ليبرتانسيون ولا ف يعني هاد الأشياء. الآن النظام الغذائي الأمريكي، النظام الغذائي الأمريكي أصبح فيه هامبرجر فريت وبير ولا كوك، إما البير ولا كوك معه، يعني هامبرجر فريت بير ولا كوك. فمن طبيعة الحال كل الأمراض كاينة في هاد الأشخاص، لماذا؟ لأنهم عندهم نظام أحادي، كل نهار يأكل نفس الشيء. فإذا أخذتم يا إخواني فأر وأعطيتوه نفس الأكل كل يوم سيموت بعد 15-20 ثقوا بي، 15-20 يوم إذا أعطيتوه نفس الأكل ولو كان لحم، إذا أعطيتوه نفس الأكل كل يوم يموت هذا الفأر. فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء مختلفة في الأرض، الفواكه الجافة والفواكه الطرية والخضر واللحوم والدجاج والبيض والأسماك والله يكمل كذلك في سورة النحل ويقول ما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، لما عدد كل أو ما درأ لكم يعني حتى الأعشاب القصبر والمعدنوس وفليو والزعتر وهذه الأشياء يعني خشاش الأرض، وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، حتى هذه الأشياء ننتفع منها وبها. وإذا كان هذا النظام يأخذونه على هذا الشكل فمن طبيعة الحال يصيبهم أشياء، يعني الأكريلاميد كان في المنتوجات فريت والشيبس هي اللي كينا
البلاستيك، البلاستيك كما قلت عليه محاضرة خاصة ممكن تأخذوها من الإخوان ديال جمعية هذه اللي في درب غلف إبداع الثقافي، عندهم شريط ولا الأخوار عنده يعني ممكن يعطيكم شريط. البيستيسيدات الآن أصبحت هي يعني على أين أدهى وأمر من الأشياء الأخرى. عندنا في المغرب ليس هناك قانون يحدد كمية البيستيسيدات، لما الفلاحة يرشوا المنتوجات ليس هناك قانون يحدد وقت الرش ولا كم يرش، والفلاحة ما خصمش يرشوا تقريبا 10 أيام إلى 15 يوم قبل جني المنتوجات، وهم يرشونها ليلة الجني لأنه ما خصش المنتوج ديالو خصو الطوناج يوصل للسوق، يخاف التفاح لا يطيح ولا زيتون يفسد ولا شي حاجه، فهم يرشون دائما حتى ليله الجني يرشوا، وهذيك يعني في اليوم المقبل يجني هذه الثمار يقطف هذه الاشياء ويبيعها. فما زالت هناك اشياء خطيره يجب ان ننتبه اليها. الديوكسينات أمر نصل إلى الهرمونات في اللحوم كما قلت، فدجاج ولحوم العجول ولحوم الديك الرومي والآن القنية حتى يدخلوا لها السوماتروتروبين، والأسماك كذلك أدخلت لها السوماتروتروبين، هذا الهرمون هرمون التسمين واسمته هرمون النمو، يعني الهرمون دو كرواسانس، فأدخل إلى كل الأشياء. واللحوم الآن التي سنستورد إذا ما استوردنا لحوم فهي لحوم فيها هرمونات، لأن ليس هناك تسمين بدون هرمونات في أوروبا وفي أمريكا، ولا يمكن أن نكذب ونقول بأن الإنتاج ليس فيه خطر، لا يمكن. فهناك هرمونات الاستيبي سوماتوتروبين هرمون، هذا هو أقدم الهرمونات التي أدخلت، ويعني نقف عند هذا النقطة. فالهرمونات ماذا تعمل في الجسم؟ إخوان الأطباء يعلمون هذه الأشياء جيدا. فالهرمونات تذهب إلى الاي جي اف، لأن في المناعة الجسم هناك الاي جي جي والاي جي ا والاي جي ام، طلبة يعلمون هذه الأشياء كلها جيدا، لكن هناك واحد العامل فاكتور اسمه الاي جي اف، وهذا الاي جي اف هو عامل سرطان. إذا ارتفع التركيز فيصبح سرطان، لأنه يعني يبحث عن الخلية السرطانية ثم يحفز هذه الخلية اللي كنسميو حنا سيتانا اجون ميتاجين، هو يعني يجعل هذه الخلية تكاثر بشع وخطير. وهذا الاي جي اف هي الهرمونات تكثر من الاي جي اف في هذه المنتوجات، ومن طبيعة الحال الاي جي اف لما يكون عند البقر يمر عند الإنسان، هنا كاين الخطر، هو نفسه المكون الاي جي اف نفسه هي اللي كاين عند البقر، هي تمر عند الإنسان، هي نفسها لما تصبح التركيز في الدم بكثرة من طبيعة الحال فهو يعطي سرطان محقق. يعني المكونات هنا كم من الهرمونات، انظروا الصويبين الصوجة شحال فيها 1000 ميكروغرام في 500 غرام، الكبيج الإكس البيض الآيس كريم الويت الجرم هذا القمح، البيز هي الحمص والحليب والبيف رم ستير امبلانت كاتل هذه البقر المسمن، هذه أشياء أصبحت الآن في الأسواق، ونخشى على الأطفال ونساء الحوامل أكثر ما يعني نخشى على كل الناس، ولكن الأطفال لأن الوزن صغير وأي كمية ممكن أن تجعل ما تجعل في هذا الشخص يعني تشيكن رانواي يعني ولا هذه ولا يعني آلة ديال الدجاج يعني آلة تقريبا ولا يصنع على إنتاج يعني غريب هذا الشكل. والبيض من طبيعة الحال هذا البيض ديال المزارع هو فيه كوليسترول، والبيض البلدي ما فيش كوليسترول، ونشوفه إلى الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى أنه أحسن كل شيء أحسن كل شيء، فإذا غيرت هذا الشيء فأنت تتحمل مسؤوليتك. يعني حليب، هل هو حليب الآن أم أشياء أم قنابل موقوتة نحن لا ندري ماذا نشرب، لأن الأبقار غيرت عبر جينيا، ويعني أمور خطيرة. البريست كانسر هو سرطان الثدي، هو أول سرطان الآن في الإحصائيات في أمريكا وأوروبا، أول إحصائية تعطي أول سرطان، سرطان الثدي يتبعه سرطان عنق الرحم، يتبعه سرطان بروستاتا عند الرجال، ثم سرطان الكبد، وكذلك الأوري المشكل ديال سرطان الرئة وسرطان الجهاز التنفسي العلوي. بعض الأشياء سمعتم أن إضافة الحديد في الطحين، إضافة الفيتامينات في الزيت، وإضافة اليود في الملح، هذا يا إخواني أقول أنهم يصححون خلق الله بقلم أحمر، علمتم ما أقول، يصححون خلق الله بقلم أحمر، هم يقولون لله سبحانه وتعالى أن هذا الخلق غير كامل ونحن نصححه بقلم أحمر، نحن لقد نسيت يا ربي اليود في الملح ونحن نضيف اليود في الملح لأنك نسيتها،
ولقد نسيت الفيتامينات في الزيوت ولم تعرف كيف تخلق هذه الزيوت، ونحن نضيف فيتامينات في الزيوت لأنك لا تدري كيف تخلق، وأنت خلقت قمح لا يعطي شيء ونحن نصحح الخلق يعطي القمح 120 قنطار في الهكتار، وأنت خلقت دجاج يعطي كيلوغرام ونصف في شهر في 5 أشهر ونحن دجاج يعطينا كيلوغرامين في 40 يوما، فأنت لا تعرف كيف تخلق يا ربي، نحن نعرف كيف نصحح هذا الخلق. فسبحان الله، انظروا إلى العلماء كيف تشابه عالم الخلق، يعني أم خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. العلماء الآن تشابه عليهم الخلق، والله سبحانه وتعالى يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. فضلال يعني ضلال مبين، ضلال، العلماء الآن في ضلال. هذا خلق الله، يعني ما يقول الله سبحانه وتعالى أنه أحسن كل شيء خلق، فقد أحسن كل شيء خلق، نحن نؤمن بالله ونؤمن بالكتب ونؤمن ما يقول. أما أن يأتي العالم قل نحن تحسين هذه المادة، تحسين جودة هذه المادة، نحن نعطي حليب أحسن، فهذا خطأ وكذب أباطل، ولا يمكن أن نثق بهذه الأشياء لأنها من صنيع البشر، وكل ما يصنع البشر هو يخطئ ويصيب ويخطئ أكثر ما يصيب، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخطئ، فيعني لا يمكن، لأنه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بالخلق وهو أعلم بماذا خلق وأعلم بالخلق كيف خلقه، فلا يمكن أن نتجرأ عليه. ثم هذه الأشياء التي غيرت وراثيا، فعالم أمريكي سميته قابيل نشر على شبكة الأنترنت، قرأت الخبر بالأحمر، كتب على شبكة الأنترنت بالأحمر: الحليب لا يصلح للعجول فكيف بالإنسان، حليب الأبقار لا يصلح للعجول، يضر 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 ومضر للعجول، حليب الأبقار الآن لا يصلح للعجول، فما بالكم إذا تناوله الإنسان. هذه أشياء خطيرة. ثم ماذا نأكل في هذه الزبدة؟ الناس يشتريوها بحال زبدة، مول الحانوت تقول اعطيني الزبدة تعطيك مارغرين. يا أخي راه كاين زبدة وكاين مارغرين، المارغرين ليست زبدة، مارغرين مادة صناعية مصنعة 100%، ليست طبيعية وليست خالية من الكوليسترول كما يزعمون، ولا كذب في كذب. فهذا سؤال مأخوذ من 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 الانترنت على هذا الشكل. عالم أمريكي يقول بلاستيك أور باتر، هل تأكلنا الميكا البلاستيك، هل تأكلنا بلاستيك أم تأكلنا زبدة؟ زبدة فهي ليست زبدة، إذن فنحن نأكل بلاستيك. لماذا؟ لأننا لا نسخن المادة الدسمة السائلة على درجة 600 درجة حرارية ونحفزها بالبلوم بالرصاص، فمن طبيعة الحال تصبح بلاستيك، لأن الصناعة ديال البلاستيك اللي خدام في لوزين ديال البلاستيك راكم شفتوا كيف يعملون فيها صناعة البلاستيك، لما يصنعون أفلام من البلاستيك هكذا تماما، يسخنون هذا البلاستيك ويمر عبر هذه يعني عجانات وكذلك هذه الآلات التي يعني تجر هذا البلاستيك يصبح أفلام. فمن طبيعة الحال المادة الدسمة لما تسخن على درجة حرارة عالية تصبح بلاستيك 100%. هذا الخلق الذي خلقه الله، المادة الدسمة التي خلق الله فيها السيس، يعني الهيدروجينات فوق بحال الأذنين، هذيك الهيدروجين اللي مدورين عليها، الهيدروجينات بجوج فوق، سميتها الفورم سيس، يعني الشكل سيس، ولكن لما يلعب بها الإنسان ويعبد فيها أو يصنعها تصبح ترانس، والترانس سرطانية والسيس غير سرطانية، الشكل سيس غير سرطاني والشكل ترانس سرطاني. ترانس هو كرسي، شتو الهيدروجين مع الكربون، كربون هيدروجين يعطي كرسي، هذه اللي مدورين عليها تنسميوها فورم شيز، يعني الطلبه راه تعرفوا هذه كرسي تعطي سرطان محقق في الماده الدسمه، وهذه المكونات الترانس موجوده في المارغرينات طبعا. ثم ما هو الحل؟ الحل اننا اذا ما رجعنا الى اصلنا فسنقتل اشر قتلى، سنقتل اشر قتلى. لماذا؟ لان سنقتل ببطوننا، وكما نقول فالشماتة أن يموت الإنسان ببطنه، يعني يقتلون بكراشينا كما نقول إحنا في المثل الأمي، لها شماتة كبرى أن يقتلوننا ببطوننا. فكيف يمكن أن نرجع إلى الأصل؟ نرجع إلى الأصل إذا أخذنا غذاءنا الطبيعي. عندنا الحمد لله مكونات فواكه، خضر، لحوم، دجاج، بيض، كل شيء موجود، يعني كاين علي غالي ثمن مرتفع نعم، ولكن موجود، المهم أنه موجود. فإذا ما الناس شجعوا هذا الإنتاج فربما سيكثر وربما الثمن ينخفض، ولما لا؟ أو إذا اشترى الناس هذه الأشياء فالقليل منها يكفي، القليل منها يكفي جدا. أما الأخرى فالناس الآن في الدار البيضاء يأكلون أكثر من الناس في البادية أم أقل؟ الناس كانوا تقول العربية كياكلوا كتار، خطأ. الناس في المدينة أصبح لماذا؟ أنتم تأكلون أكثر لأن الناس في البادية ليس لا يتسممون على الأقل بالتلوث، فأنتم لتقاوموا التلوث يجب أن تأكل ضعفين ما يأكله الناس في البادية،
غير باش تقاوموا التسمم عبر التنفس وعبر ما تمتصونه من تلوث في المدينة. يعني حتى الأصوات في المدينة فحتى الأصوات في المدينة ستريس، تعطي ستريس، وحتى هي تضيع طاقة في الجسم، مشي غير ما تتنفسون، وحتى الأصوات وحتى هذه أشياء طبيعية موجودة في، يعني الحمد لله بكثرة. الزيتون يا إخواني منتوج مغربي نحن نعلمه جيدا، ولكن هو ينتج، ولكن ما نأكله فهو يعني موت. الذي نشتريه من السوق نأكله فهو ليس زيتون إنما موت، لأنه شيء معالج بصودا ومحمض بحمض الكبريتيك ثم تعطيه للمستهلك، لأن هؤلاء الباعة عاهدوا هذه الأشياء، يجب أن بيعوا هذه الأشياء قبل شهر اثنين، لأن الزيتون كيف سدلين. فلماذا لا تشترون زيتون أنتم وتخمرونه بأنفسكم؟ زيتون مع الملح تضربونه بالحجر أو بسكين ثم تضعونه مع الملح في دوركم، 60 كيلو ل 80 كيلو من الزيتون في السنة كافية لكل عائلة. فاشتروا زيتون يا إخواني وخللوه أنتم بأنفسكم في دوركم، لماذا؟ والله إحنا العجز، يعني هما ينتهزون العجز، يعني أصبحنا ماشي عجز، أصبحنا يعني لا نقدر على شيء. يعني إنسان يأخذ الكار يمشي لقلعة سراغنا، يمشي لبني ملال ولا القصيبة، ويجيب خنشة ديال الزيتون يرقدها لولاده والسلام، حسن ما يقولوا ليه دي الولد الرباط ودير له السكانر وراه فيه سرطان ورا. لا، ملي يقولوا لي كري لامبيلونس ديال المراه السبيطار كيكريها ويديها، عنده الفلوس. ولكن ملي تقول له سير زاويه الشيخ شري الزيتون، ولا سير الازود، ولا قلعه السراغ نشري الزيتون جيد وجيب له، تقول لا واش جامع الديني والطاكسي ما كاينش وتقول وهذا الشيء كثير عليا. يعني هذه اشياء اصبح الان هو الحل الوحيد اذا اردت. لكن الناس كيقول لك تتكلم كثير، الحل هو هنا، يعني اشتروا زيتون رقدوه لروسكم، يعني خليلوه انتم بانفسكم. اشتروا قمح يا اخواني وطحنوه لروسكم، راكين المطاحين، اشتروا قمح وطحنوه وغربلوه لروسكم وديروه في ديوركم، بدل ما تمشيو تشريو خنشه مكتوب عليها مطاحين شي حاجه وهي ما عرفناش منين جايبها هذاك الطحين. ثم الخضر، شو ردوا البال، يعني احذروا من الخضر، شوفوها منين مسقيه ومنين جايه وفين كاينه وفين نبتت. يعني راه كاين خضر تجيكم من شتوكه، وكاين خضر تجيكم من ولاد حليس، الدار البيضاء كلها ابواب، كاين خضر تجي من اكادير، كاين خضر تجي من قصب التاد، لكن يعني كل شيء الدار، يعني السوق ديال الدار البيضاء هو الذي يمتص الانتاج تقريبا ديال المغرب كله، حتى ان ممكن من لوكوس تجيكم الخضر، ولا من ملويه تجيكم الدار البيضاء، لان الدار البيضاء تقريبا هي الاستهلاك المغربي، يعني كل ينتج للدار البيضاء. وعندكم مزيه كبيره ان الحمد لله سكان الدار البيضاء لا زالوا يستهلكون البلدي، الدجاج البلدي والبيض البلدي والحجل يعني ما زالوا كيستهلكوا هذه. فهذه مزيه كبيره في مدينه الدار البيضاء. واحد الوقت كانوا البياضه كيجمعوا البيض من الباديه وتجيبوه لجهه الرحبه الكراج علال وتبيعوه للناس. كنا منظمين في الستينات، والله يا اخوان كنا منظمين اكثر، وكنا اقوياء اكثر في الستينات، ضعفنا واصبحنا مهينين ولا ندري شيئا، يعني ما شاء الله كنا احسن بكثير في الستينات. كانوا البياضه كيجمعوا البيض وكيجمعوا الدجاج وكيجمعوا الوز والحجير وكيجمعوا هذا الخضر، كيجيبوا لكم الزعتر، كيجيبوا البقوله الخبيزه، كل شيء كيتجمع وكيجي للمدينه كيتباع. كانوا الناس كياكلوا طرف ديال الخبز، والناس كياكلوا منتوج وطني، وهنا تتسمى تنميه. هذه تتسمى التنميه المستدامه. الى شي واحد دار لكم محاضره على التنميه المستدامه، هذه هي التنميه المستدامه. اما ان يتكلم عنكم عن اشياء وانتاج، نحن لا نريد انتاج شركات كبرى، نحن نريد انتاج فلاحه صغار، كل واحد ينتج 20 بيضه، وهذا ويدور شخص يجمع من عند كل واحد 20 بيضه ويجيبها للسوق ديال الدار البيضاء ويبيعها للمستهلك في الدار البيضاء. هذا هو الانتاج. نريد فلاحين يجوا كلهم البصله الحمراء وكلهم دجاج وكلهم بيض، ونجوا كلهم حلبه وكلهم حبر شاد وكلهم شعير، باش نلقى الانتاج، تنوع في الانتاج. ما بغيناش انتاج واحد. الناس كيقول لك عندي 20 قنطار غنمشي نضرب القمح ونجي، هذا خطا يا اخواني، خطا كارثي هذا. ان الانسان ولاو كنسموه لي مونوكولتير، ولاو كيديروا انتاج احادي، وهذا الانتاج احادي يعني من ناحيه استراتيجيه خطير جدا. خلي الفلاحين يجوا، تنوع في الانتاج. القرعه الحرشه، هذه القرعه القرعيات، القرعه الخارجيه كتجيكم من الشاويه في شهر 4 في ابريل، اشتروها الناس بست دراهم سبع دراهم. فالفلاحه ولاو كينتجوا هذه القرعيات للدار البيضاء خصوصا، ولاو كيفرحوا بالثمن. لماذا؟ لان الفلاح في شهر 3 و4 كيتسمى عنده اول منتوج كيدخل به شويه ديال الفلوس. انتم يعني راه ماشي غتستهلكوا القرعه يعني بجوده عاليه، وحتى انك عندكم اجر في هذوك الفلاحات هما ياكلوا هذاك الدرهم، لما لا؟ هذه هي التنمية، هذا هو التكافل الاجتماعي، استراتيجية التكافل الاجتماعي، يعني أنك تشتري وتبيع وتشجع كما يفعل هؤلاء الناس اللي راك مشتوم دابا الآن راقين في المجتمع. لماذا؟ لأنهم كيتعاونوا مع بعضياتهم، أن اللون ديال اللي كيشتري من عند نفس اللون طبيعة الحال، وما يضغطون الآن على الإنتاج العالمي. هذه أشياء طبيعية وأشياء كذلك طبيعية، لحوم الجمال ولحوم العنز. لماذا لا ينتج الناس لحوم الجماع؟ سيروا للرحبه واشريوا لحوم الجمال واشريوها غاليه باش تشجعوا الناس يبقاو يكسبوا الجمال. عرفتوا شحال دابا تسوى الناقه والجمل؟ شحال تسوى؟ مليون، زيدوا شويه.
الا عندكم الله يرحم لكم الوالدين لا عندكم النياق ولا عندكم الجمال بجوج المليون بيعوهم لي انا باغيهم غدا نشريهم 3 ملايين يا اخواني 3 مليون اللي كتسوى الناقه والجمال دابا 25 26 28 الف درهم 30 الف درهم توصل الناقه الان والجمال في سميتها. يعني علاش الناس كينتجوا ما عرفش انا علاش الناس كيستوردوا هذه البقره هذه اللي كيستورد البقره وتيزرع عليها يحفر البيل ويزرع عليها الفصه باش يعطيها تاكل باش يحلبها إذا هي ما استراتيجيه خطيره هذه راه الناس ما كيتنبوش ليها هذه كان يشري البقره هذا البقر المستورد واش فهمتوا واش قلت كيشري البقر ويحفر البير ويزرع عليها الفصه وتنوض الفصه يعطيها لها تاكلها عادي يحلبها باش نشربوا حنا الحليب راه ماشي انتاج هذا راه تخريب هذا راه تخريب ماشي انتاج الانتاج هو هذا الانتاج الذي لا يكلفنا شيء الجمال ما كتكلفنا والو في المغرب علاش ما يشجعوش الناس الانتاج ديال الجمال هو اللي باغي يدير مشروع الان يدير مشروع ديال الجمال انا نوصيه ويربح فيه ان شاء الله 100% من غدا يصبح يفكر فيه مشروع في الجمال مشروع العنز مشروع العنز مشروع الجمال مشروع الدجاج البلدي مشروع الديك الرومي البلدي مشروع الايوز مشروع الحجل كل هادو مشاريع تنمويه مشاريع اكل غذائي وتجي للدار البيضاء وراكم عرفتوا السوق في الدار البيضاء من طبيعه الحال كل شيء كيتباع عندنا اعناز من جوده العاليه في الجنوب عندهم الماعز الاحمر عندنا في الشاويه والمناطق هذه كلها عندنا معزه شويه كبر المعزه كبر من المعز ديال الجنوب من طبيعه الحال وحتى الحليب نعطي حليب اكثر كاين عندنا نوع في الشاون عنزه تعطي لترين حتى لثلاث لترات ديال الحليب في النهار هادو علاش ما يكثروش الانتاج من الحليب المعز وحليب المعز هو الجيد للاطفال الصغار الناس تبغى تيشتكون وتشريو في الصيدليات تشريو في الحليب حليب المعز حتى بكري الناس كانوا كي المراه اللي ما كتكونش فيها الحليب كيشري معزه لولده كيحلب عليه كانوا احسن منا بكثير كانوا يعني ما شاء الله كانوا تقدم هائل كانوا راقين ارقى منا الناس ما يقدروش دابا يعني طبيعه الحال في المدينه ما غاديش تقدروا تشريوا معزه ديروها لي في السطح ولكن على الاقل حتى في الباديه الان في الباديه الناس النساء الان يشترون حليب من الصيدليات في الباديه الان في الباديات النساء ما كيردعوش يعني في المدينه كنقولوا للعيالات متسمات بالتلوث بكذا بالستريس خدامات وكذا في العروبيه الان حتى في الباديه الان النساء ما بقاوش كيردعوا يعني انا شت عندنا في الباديه ديالنا عندنا نساء ما فيهمش حليب اصلا ملي ولدت ما فيهاش الحليب اصلا يعني هذا مصيبه عظمى علاش لان المنتوجات اللي كيستهلكوا الان في العربيه منين جايه ماشي هي المنتوجات اللي كاينه تجول المنتوجات اللي كيستهلكوا في العربيه اللي جايه من المرصه ديال الدار البيضاء ولو كيستهلكوا المارغرينات وكيستهلكوا حتى الدجاج هذا ديال المزارع ولو كيستهلكوا اي شيء زيوت نباتيه ولو كيستهلكوا كل شيء وحتى ماشي ما شات ما فضل على السوق في المدينه هو اللي كيمشي للاسواق ديال الباديه يعني حتى الجوده متدنيه في هذه الاشياء خطيره وجوده متدنيه فيعني الحليب هذا الا قدرنا نشريو حليب طازج على الاقل طازج يكون احسن من نقدر نشتري لان القانون الان ديال المصلحه البيطريه الان وزاره الفلاحه القانون يمنع الان بيع الحليب الطازج في المدينه لماذا ما عرفناش هذا القانون من تحط علينا من السماء ممنوع الان بيع الحليب الطازج ممنوع ممنوع الان الى البوليس دابا للبوليس لقى مثلا شي واحد مدخل الحليب يقبطوا ممنوع القانون كيمنع بيع الحليب الطازج وهذه يعني هنا يعني هذا ظلم للمستهلك ظلم كبير للمستهلك يعني جمعيه حمايه المستهلك هي حنايا كنا اول جمعيه نادينا باش يتباع الحليب الطازج حتى وزاره الفلاحه تباضت قلت لك انتم في عوض ما تقولوا لنا نحسنوا من الجوده ومن التلوث ديال الحليب خصو يتعقم تقول لنا باغي نقول لا كاين حليب طازج بجوده عاليه مراقبه الابقار التي تحلب يكون بيطري راقب الابقار لما فيها امراض تكون جيده وعالفه مزيان واكله الحليب حليب طازج بغينا ويكون محلوب من قيم مزيان حليب طازج بغينا ويعني كاين بعض الاشخاص مثلا في العاصمه في الرباط الان لا زالوا يستهلكون الحليب طازج كيجيهم من هذو المزرعات اللي حول الرباط كاين الان كيستهلكوا حي الرياض وحي السويسي وسميتو الان الناس يستهلكون حليب طازج ربما كيخرجوهم من الطريق يشريوه ويرجعوا لان قليل قليل كاين ولكن قليل الخبز الا قدرتوا ترجعوا للخبائز ديالنا خليو عليكم هذاك الكرواسون بتي بانا وزيد فيها شويه الشوكولاته صوبها وكذا رجعوا للخبز ديالنا رجعوا للمسمن رجعوا للحرشه رجعوا للرز القادي رجعوا للبغري رجعوا للمطلوع رجعوا للمسائل ديالنا والا كانت مخمره النساء كيعرفوا هذا الشيء الحريره بالخميره البلديه تكون احسن الا كانت بالخميره البلديه تكون احسن والخبز البغرير على الخصوص البغرير الا كان بالخميره البلديه يكون احسن ويجي احسن يعني لان كاين العائلات اللي ما كيجيش اللي ما كيصدقش لهم البغرير فالخميره البلديه يصدق لهم كلهم يعرفوا هذا وهذه الامور علاش لان التخمر ديال الخبز البغرير هو يعني تيكون العجين شويه سائل تيكون يعني ماشي بحال صلب شويه بحال الخبز الاخر ولما يخمر بالخميره البلديه الخميره يعني الاصليه هذه الخميره المغربيه فالحمض الفيتيك يتحلل بسهوله اكثر من الخبز وحمض الفيتيك هو الذي يشد الحديد ولا يتركه يمتص اثناء الهضم
ومن ثم يظهر عوز في الحديد وتظهر الأنيميا عند الأشخاص. فإذا كان الخبز مخمر بالخميرة البلدية لا يمكن أن تظهر أنيميا. ولذلك في البادية من اللي كانوا الناس كياكلوا الخبز بالخميرة البلدية ما كانش أنيمي، ما كانوش كيعرفوا أنيمي ولا سخفة ولا عوز في الحديد ولا عوز في أي شيء. من اللي أصبح هذا يعني القمح مستورد والخميرة صناعية، يعني ما شاء الله، يعني حتى الخميرة ما بقاش كيشريوها النساء، ولو كيشريو الخمارة، لأن الخمارة دغيا كتنفخ الحبز هي شنو، بيكربونات. البيكربونات الطلبة في الجامعة، البيكربونات ملي كنضيفوا عليها الماء كتخرج CO2، CO2 هو الغاز اللي كينفخ الخبز بحالا فورا، كتزيد البيكربونات كتنفخ الخبز خورا. حتى ديك ساعتين ديال التخمر بالخميرة الصناعية مابقاوش قابلينها يعني. وحتى الآن طحين يباع بالخميرة ديالو، طحين يباع بالبيكربونات، كتزيد غير الماء صافي وعندك الكيكه واجده مصايبه. هذه يعني انا كيلعبوا لنا على 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 التكاسل ديالنا وعلى العجز ديالنا، ما تليناش قادرين ان نخمروا ولا حتى الخميره البلديه. اقول يعني مع الناس اللي علينا، الناس ديال الدار البيضاء اغلبهم من الشاويه ولا دكولا ولا شويه من رحامنا ولا من قصب التادله ولا من نواحي اخرى، ولكن كنا كنعرفوا بان حتى البنت من كانت ملي كتزوج بالاشياء اللي كانت امها كتعطيها، شو لو سافوار فير، هذا هو لو سافوار فير، من الاشياء اللي كانت ما كتعطيها باش تديها مع البيت ديالها كانت تعطيها الخميره البلديه. الان ما عرفت شنو كتعطيها، ما عرفت واش كتعطيها كتالوج ديال المطبخ تقول لها ديه معاك نقلي منه، والله ما ادري. من الاشياء كانت تعطيها اشياء، كانت تعطيها الصينيه ومهراز وبراد ماشي، وكتعطيها الخميره البلديه طرف من الخميره البلديه تديه معاها. اي ماشي ما بقاش يعني، كان كنا راقين اكثر من قبل، كنا راقين احسن اكثر من الان، وكنا منظمين احسن. الشاي مشروب، هذا المشروب المغربي يعني حتى واحد الوقت ولا حتى لا زالت في الدار البيضاء. والدار البيضاء هي مدينة حساسة، وهي مدينة كارثة الموضة. الدار البيضاء مدينة كارثة الموضة، هذا ما أخذه على الناس ديال الدار البيضاء، أنهم حساسين للموضة. شيء ظهر في أوروبا يكون في قراج علال، يكون في الدار البيضاء، يعني ما كاينش. ظهرت جين اللي هي الجين هنا، ظهرت القميجة مزوقة هي القميجة مزوقة، تقاشر مزوقين في طنجة، تقاشر مزوقين في الدار البيضاء، يعني مدينة الموضة، مدينة حساسة جدا يعني. ملي كيظهر ثوب بشكل ما ولا فراش ولا حاجة في أي شيء خصو يكون في الدار البيضاء. وهذا الأمر خلى يعني بعض يعني جعل بعض المأكولات ولا بعض العادات الغذائية وبعض الأعراف ديالنا أنا تندثر وهي جيدة جدا. منها أن الناس اللي كيشربوا أتاي عربية واللي كيشربوا قهوة مدينيين ويعني راقين. حتى الناس هنا ولاو كيخجلوا، اللي تيقول له واش تربتي ولا قهوه، تيقول لك شي قهوه، هو ما باغيش قهوه ولكن تيقول له قهوه، يعني يعود الناس يضحكوا عليه، تيقول له براد ديال اتاي، يقولوا براد ديال اتاي، كنشرب براد، باغي اتاي، كنشرب براد ديال اتاي، شنو فيها ما فيهاش، بغيت اتاي، بغيتي سايكوك، بغيت سايكوك اجي. ولكن الناس ولاو كيخجلوا، علاش؟ لان كيخاف يضحك عليه ولا شي حاجه. هذه امور خطيره جدا، واللي كنسميو حنا اللي كنسميو استسمح والله اطلت، ولكن استسمح لان هذه المعلومات يجب ان تعلموها يا اخواننا، امور خطيره جدا، والا ما يكونش تغيير. نحن ناتي بالحل ماشي غير هضره، يعني لا رجعنا للاصول ديالنا سنكون يعني امه قويه، امه ماشي دوله، امه. فكان هاد الامور اللي كنسميو حنا بالفرنسيه لي في جروب. شنو هو لي في جروب؟ هو واحد الطفل مثلا عندك انت ما كياكلش اللوبيا في الدار، ما كياكلش اللوبيا، ملي كيمشي للمدرسه والمطعم ديال المدرسه وكيجلس مع الاطفال كياكل اللوبيا مع الاطفال، كيشوف الاطفال ياكلوا اللوبيا كياكلوهم. هو لي في جروب اللي كنسميه حنا، هذه ماشي التاثير ديال الجماعه يعني في الاكل. ان في الدار البيضاء ملي كيشوفوا الناس ثلاثه ولا اربعه الناس كلهم طلبوا القهوه، تقول لك انا طلبتها تي، غيضحكوا عليا هادو، كنطلبت هو قهوه وما كيشربهاش، كتجي حاره ولا كتدوخو. اجي سميتو على بقينا على المشروب ديالنا اتاي، وبالعكس ان اصبح الان اصبحوا مدمنين على القهوه. والقهوه فيها عاهتين ماشي صحيه، عاهتين اجتماعيتين، اولا انها تضيع الوقت، ثانيا انها تضل في القهوه تنم في الناس، حتى الناس ما بقاوش يتفرجوا في الماتش في ديورهم، عاين لا بغى يتفرج الماتش، يعني سلمنا بانه غادي يتفرج الماتش، وعد الوقت فاش يتفرج، سبحان الله. يعني عين ولا بغى يتفرج في الماتش ويتفرج في وسط الناس في القهوه، كيتسمى لي في جروب تما. اذا تفرج في القهوه احسن ما يتفرج في الدار، لان غادي يسمع الناس يشجعوا ويتلزوا ويتحطوا ويضربوا ويقولوا هذا يعني احسن. فالعاهتين الاجتماعيتين، انك تتهرس تضيع الوقت ديالك، ثاني انك تضيع المال ديالك، لا شيء لا تصلح لشيء، تتخلص قهوه ب 6 درهم وكتضيع ساعه ونص وكتكلم في الناس صافي ما كاينش. وهذيك الهضره غتوصل لواحد اخر وغادي تفقع عليك وغتصدقوا ربما في المحكمه. هذه مصيبه عظمى، لان تجنبنا هذه المشروبات ونسدوا هذه المحلات، بالله عليكم اش تيديروا لنا القهوه دابا اللي حالين؟ اش كيديروا لنا؟ يعني ضياع الوقت، ضياع المال، وحنا تنستوردوا القهوه بالدولار، القهوه شتوها الثمن ديالها مع البورصه،
تنستوردوا منتوجات خطيره على الميزانيه حتى ديال الدوله. انا استورد شاي، نعم المغرب تقريبا اول بلد مستورد الشاي، نتعامل مع الصين ومع السايلان مع الهند كذلك، استورد شاي بكثره، راكم شفتوا شحال ديال الانواع دابا معروضه في السوق. فهيا اللي نستهلك شاي، ولكن نستهلك شاي بالطريقه المغربيه، البراد يشربوه الناس، عائلات تشرب اتاي ولا حتى في القهوه ثلاثه يشربوا براد ولا حاجه اذا كان لابد، هذا فيكون اتاي احسن من القهوه. أنا اقول شاي احسن، حتى الضرر الصحي الشاي ليس فيه ضرر الا السكر، من الناس من يقول النعناع علي النعناع. الان نحن ازلنا النعناع منذ 5 سنوات من القاموس ديال التغذيه، والجمعيه ديالنا راه عملت يعني منشور في الصحف، مكتوبه، وعملنا حتى على الاذاعه ان النعناع الناس يقلعوا عن استعمال النعناع في الشاي، لان الرشان ديالو ولا مرشوش بواحد الطريقه هذاك البرومير دو ميتيل، يعني امر خطير، سم بحال الدواء ديال الفار هذا اللي كيرشوا به. فما يمكنش حنا نبقاو غاديين في هذه المسائل الخطيره، ويعني ما يمكنش ما يرشوا شاي، لان الا ما رش ما عنده صفر انتاج خاصو يرشوا. من اللي غادي يرش النعناع ما عندوش حبوب غناخذوها، غادي يرش الاوراق، والاوراق هي التي نعملها في مع الشاي. ف نعم مبيدات، هذيك لا نتكلم مبيدات حديث ولا حرج في العالم، ليس في المغرب، ليس هناك منتوج بدون مبيدات، بدون مبيدات. هذا العام حتى البصل الاحمر، هذا العام حتى البصل في ناحيه الولاد حريز، جيت برشيد واسمي، حتى البصل هذا العام رشوا بصل، ما كان يرش بصل، ولا عهدنا حتى الحمص والفول كانوا يترشوا، ولا العدس، كل يترش، حتى الحلبه في جيت سطاتنا واحد ديال سطات من الناس اللي كينجوا الحلبة، تما حتى الحلبة الآن ترشت، حتى حب رشاي ترشوا، ما كاينش حاجة لا ترش الآن. حتى القرعة هذه اللي تجيكم ولا تعملوا لها فوسفات في الأرض دي زونغري باش تعطي منتوج كثير، وباش المهم نحن الآن بصدد هذا استعمال بعض المسمدات العضوية الغبار يكون أحسن، لكن تقيل يعني السرعة باش غاديين تقيلة، لأن ما يمكنش نديروا كل شيء في خطرة، ولكن على الأقل إلى وصل الخبر الناس فيمكن. فبعض العادات يا إخواني عن طريق الموضة خربت لنا هذه العادات الغذائية ديالنا. فما تخجلوش إلا كنتوا تشربوا أتاي ولا كنتوا تبغوا أتاي، ما تخجلوش إلا كنتوا تاكلوا الحمص، والله صيحوا لا بكتي تاكل الحمص، كل الحمص يضحك عليك ولا ما يضحكش عليك خليه يضحك عليك، ولا كنتي تاكل عدس كل عدس، إلا كنتي تاكل خبز شعير كل خبز شعير، يعني هذه ديال يخجل ويحشم وغادي يضحكوا عليا سميتو عليه، خربت بعض كثير من الاشياء، خلات بعض الوجبات تمشي، مثل مثلا هربل علي، هربل مازال الناس كيعملوا، نواحي ديال بني ملال ازيلال يعني نواحي جبل الاطلس كلهم يعملوا هربل، لا احد حتى يعمل كلمه هربل ولا، ولكن يا اخواني بركوكش عندنا في الشاويه ما كاينش، لا احد يعمل ولا زميته، الان زميته ما بقاش الناس يعملوا زميته الشعير، يعني تعرفوا ان المكون الغذائي الذي لا بد له من الطفل شنو هو؟ والله ثم والله هو الزميته الشعير، الغذاء الذي لا بد للطفل منه، لا بد ما ياكله الطفل، لان فيه مكونات لا توجد الا في هذا الازمنه. فما بقاش الناس يحمصوا هذا الشعير، كان الشعير ملي تيتمر تيحمصوه في الفراح وتيطحنوه وتيصيبوا منه جوج المكونات، كاين السميد، كيبقى يرطبوه مع البنت ياكلوه، هو احسن غذاء للطفل وللنساء الحوامل، وكان هذا المسحوق، كانوا المسحوق هو اللي كيسميوه الزميته، المسحوق كانوا كيعملوه اما مع عسل ومع شاي، كاين اللي كيعملوا معه مع شاي، وكاين مع اللبن، كيخلطوا مع اللبن، وهو يعني اسماء وجبه غذائيه الان تعطى صحيه، اللي كانت في دياتيتيك في علم الحميه اسماء وجبه ما بقاتش، ولا حتى الناس ولاو الرفيسه، كلمه رفيسه تجي محشومه، والتردة تجي محشومه، ولا اسميت هذا الاماسي يجب ان نفتخر بها يا اخواني. شوف واش عندهم هما في امريكا، عندهم همبرجر يعني متخمج، همبرجر متخمج واستعمروا به العالم، القليه ديال درا بوب كورن واستعمروا بها العالم، نحن عندنا مكونات احسن منهم واحسن منهم، ولكن نخجل، وهذا التحشم وهذه الاشياء تجعلنا نضيع قيمنا، نضيع نظامنا الغذائي، نظام غذائي سليم جيد. لو كان الناس بقاو على صيكوك وبقاو يفطروا الصباح بركوكش، بقاو على هربل وبقاو على الرفيسه وبقاو على الكسكس، ولو كان بقاو على هذه الاشياء والله حتى الحريره وزيت ارقام، يبقاو على املو ويبقاو على الخليع ويبقاو على السمن الحار ويبقاو على هذه الاشياء، ما كانت تصيبهم اعراض ولا تصيبهم امراض ابدا ابدا. الاطفال الصغار الان في البرد اش خصهم ياكلوا؟ خصهم ياكلوا زيت الزيتون، خصهم ياكلوا اللوز، والله خلق الزيتون في هذا الفصل لانه بارد، الله سبحانه وتعالى احسن الخلق، خلق فهد وياكلوا سمن حار، الاطفال ياكلوا سمن حار في هذا الوقت، ويكون الطفل ما يضروش البرد،
ما يتبول، ما يدرو البرد، ما يتروح، ما يسيلو ليه نيوفو، ياكل السمن حار ويمشي للقسم ويكون يعرق. هذا اسميه علاش؟ لان السمن فيه الحمضيات الدهنيه حره، تعطي طاقه مباشره، تعطي طاقه بسرعه وطاقه كثيره. هادو لي زاسيد غراليبر تعطي طاقه كبيره للطفل. حتى الفلاحه كانوا ملي كيخرجوا يحرثوا، ملي كيقوموا بمجهود كبير كانوا ياكلوا السمن، كانوا كياكلوا السمن والزيت الزيتون، وكياكلوا اللوز، وكياكلوا هذه الاشياء، اكثرها اكثرتا الشحمه، اكثرتا هذا الخليع والسمن كانوا تاكلوه في الموسم الحال بارد. الخليع كيتصاوب في الحال سخون باش ياكلوه في الليالي، كنا كنسميوه الذخيره. من منكم عنده ذخيره؟ اتحداكم في الديور واش عندكم ذخيره الا داكشي اللي في الثلاجه. الذخيره ماشي هي الثلاجه، الذخيره هي المواد التي لا تفسد، منها العسل، منها التمر، منها الزيتون، منها زيت الزيتون، منها السمن، ومنها كذلك الحبوب، الحلبة وحب رشاد وسانوج وزنجلان. هذه هي الذخيره اللي كانت عند الناس. ملي كيدخل الانسان تلقى مثلا مرا ما طيبات ولا حاجه ولا سميتو عليه، ممكن يلقى ما ياكل، ياخذ تمر، ياخذ لوز، ياخذ زيت، ياخذ اي حاجه ياكلها. هذه لكن هنا النظام الغذائي، هذا نظام غذائي معين. اما انك تدخل الان وتحل الثلاجه وتاخذ منها حاجه بارده وقديمه وربما تكون عندها 3 ايام وتاكلها، هذا يا اخوانا ليس رقي، ليس تقدم. انا لا اسمي تقدم ولا اسمي اشياء راقيه، هذه اشياء متخلفه عندنا، اشياء متخلفه. الان ما عنديش ثلاجه، ها ولادي معايا هنايا، الان ما عنديش ثلاجه في داري، والله ما عندي ثلاجه، انا اقسم لك ما عنديش ثلاجه في داري. لماذا؟ لان هذه، لان الثلاجه الان تتشجع الناس باش يبقاو على ما فضل وما بقي، وتتشجعهم باش يفسدوا المواد الغذائيه، ماشي باش يحفظوها، باش يفسدوا المواد الغذائيه. والناس ولاو تعمروا الثلاجات، تتقدى في الاسبوع تقول لك عمرتها من دابا شهر ولا 15 يوم ولا 10 ايام ولا او علف، ما بقاتش اكل هذا ولا علف، مع ذلك كل شيء موجود في السوق. فهذا الماده الان اصبح الناس ينتجون عسل ماده غذائيه، خطا كبير فادح. العسل ليس ماده غذائيه يا اخواني، العسل دواء، العسل ماده طبيه. الناس ولو تحطوها لكم معاه في الطابله في الفطور تاكلوها بحالها بحال اي اكل. العسل ليس اي اكل، العسل خاصو يدخر للمرضى ويدخر لوقته لما الناس يحتاجوه ياخذوا، اللي عنده تقيؤ، اللي عنده تسمم، اللي عنده حاجه، اللي تروح، اللي عنده الحلاقم، عادي ياخذ عسل. اما ان تضعوا العسل على الموائد هكذا كطعام، هذا خطا كبير، وهذا هو الذي افسد العسل. لان لو كان بقي ماده طبيه لكان الناس يشتروا كيلوغرامين ولا ثلاثه ويخليهم عندهم السنه كلها. اما الان واصبح ماده غذائيه، فالناس ولاو كيستهلكونه، والمنتجين كذلك ينتجون عسل للاستهلاك، يعني اي عسل، ينتجون اي عسل للاستهلاك، وما افسد جوده العسل. هذه الفواكه لا يعني لا تفكرون فيها الا في وجبتين في السنه، 27 وعاشوراء، حتى تعرفوا هذه المنتجات. هذه المنتجات لازم تكون في الدار دائما دائما في الدار. هذه هي يعني نسميها عصب النظام الغذائي، هي هذه المنتجات. يكون تين، تكون تمر، ويكون مع يعني عليين الفول السوجة، هذا الكاوكاو بلاش، ماشي منتوج ديالنا، القرقاع وهذا اللوز، وتكون زبيب كذلك. الزبيب للاطفال وللنساء جيد، يعني ان فيه حديد بكثره، ومنتوج جيد اللي عنده عوز في الحديد واللي عنده انيميا. فهذه المنتوجات جيدة حتى للأطفال الصغار. عطيو لأطفالكم التمور واللوز وما يتقلقوش لكم، ويقراو مزيان وياخذوا 9/10. أطفال صغار عطيوهم لوز وعطيوهم تمور، يقراو مزيان. ثم الطبخ في مواد بحال هذه ولا تعيب؟ ولا تعيب؟ المرأة تقول لها الحماس، تقول لك شنو الحماس؟ أنا عندي كوكوت إينوكس شريتها ب 20,000 ريال، وتفتخر بكارثه، تفتخر بكارثه. هذه والله إلا يكون مواد هكذا من الخزف، حتى هذه اللي كتعمل في الفران، كيتعمل فيها الماكله وكتعمل في الفران، هي راه كتدخل الفران، هي مزيانه، هي كطيب على البوطه، هي كلها ما فيها حتى شي حاجه. غير الناس ما باقي ما عندهمش هاد يعني هاد مازال ما مشجعيش، مازال ما كاينش هاد الامور، لا تروج يعني، لا يتكلمون ولا يفكرون في هذه الاشياء. لكن لما يتعلق الامر بالصحه فيصبح من طبيعه الحال امر جيد. طبخوا بايديكم جزاكم الله خيرا، طيبوا بايديكم، طبخوا بايديكم، ما تشريوش المعلب، لان الشركات الان تنتهز الكسل، تنتهز الكسل ديال النساء وديال الرجال كذلك، وتعلب كل شيء. الان غادا تبقى تبيع لكم كل شيء جاهز. راكم شفتوا الاشهار ديال هذيك المواد اللحميه، كيوريو العائله جالسه وتيقطعوا طروفو وتعملوهم وتيتغداو. يعني الشركه ولات تطهي لكم، تطبخ لكم الطبيخ ديالكم، ما تاكلوش طبيخ الشركات بالله عليكم، طبخوا بيديكم. انا كنت في مؤتمر في 1994 في برشلونه حول سراغوسا، سراغوسا حول التغذية والصحة، لا الأغذية والتغذية والصحة،
اليموتاسيون نوتريسيون سونتي. وكانت وحده سميتها كاتلين جايزلر من كوليج كين كوليج من لندن، وكانت هزه كاثرون في ايدها تتغوت في المؤتمر، في المؤتمر امام الميكروفون هزه كاثرون تتغوت تقول لهم بليز بحمك بليز يور كيتشن يور كيتشن بليز، كتقول ندخلوا الكوزينكم على العيال. فهاد هاد السيده كانت تصيح باعلى صوتها، لماذا؟ لانها خدمه في كين كوليج وهي اختصاص علم الحميه ديتيتيك، وهي تعلم الفرق ما بين طبخ الشركه وطبخ المنزل. طبخ المنزل يكون طري ويكون شيء قليل ويكون بجوده عاليه وانت تنظر ماذا تطبخ، اما الشركه لا تنظر ماذا تطبخ. شال البروسيس تخرج 5 طن ولا 6 طن في الساعه، هذا شيء يعزل لك ليمونه خامجه ولا يعزل لك مثلا حاجه لا يمكن. راه دازت مع لاشين تدوز مع في يعني في التصنيع، اثناء التصنيع كتمشي كتمر مع اطبخوا بايديكم الى يعني على الاقل تربحوا 25% ديال الويلات تجنبوها لاولادكم وال يعني لازواجكم علينا بعد الوجبات الغذائيه لا الطهي ولا اواني الطهي ولا كل شيء. طاجين كانوا تيطيبوه فيه تحطوه كي يوفر الغسيل على العيالات والحطان وسهل وتطيب وتحط منه تبصيل منه تطيبه في منه كل شيء. هذه هي الطرق الآن للناس خصهم يأخذوها، يعني طرق سهلة وجيدة ومن طبيعة الحال لماذا لا يرجع لها الناس. هذه شيء على اليوغورت لأن في بعض المواد جيلاتين الآن لأصبحت خطيرة. هذه شركة كاتبناها كتبها فعلى شبكة الانترنت المعلومات الإسلامية إنتاج العلك استفسار حول احتواء منتجات هذه الشركة العالمية على مليينات مستخرجة من مصادر ومن طبيعة المستخرجات الخنزير. وأجابت الشركة أنها نعم فعلا نحن نستخدم مليينات من مصادر حيوانية شحم الخنزير. الشركة ما كتبتش، أجابت بأن تستعمل هذه كانت على شركة الانترنت، كانت على شركة على شبكة الانترنت. كان إخوان مصريين هم اللي كتبوا هذه الشركة وإخوان سعوديين كتبوها، وأجابت بكل صراحة أنها تضيف كذلك هنا نفس الشيء our products may not always be acceptable for your شتي هنا قال لك ديرها منتوجاتنا فيهم الخنزير، ربما المجتمع ديالكم ما كيقبلهمش وسطروا عليهم ما تيكذبوش فهمتي يعني انا ما يقدروش يكذبوا على اين انا عارف انت هنا كاين علماء فيقولون الحقيقه عدل. يعني هذه حتى هي كذلك فيها منتوجات حيوانيه، هذه الاشياء اللي كتشتروها الاطفال وكثير من الناس وير ايتين ان دارك. نعم نحن ناكل في الظلام ولا ندري ماذا ناكل. وطبعا هذه الاشياء كاين عليهم كاين شرائح اخرى لكن اظن ان الوقت ادرك. فهذا النظام الغذائي السليم، ما معنى نظام غذائي سليم؟ هو انك تتجنب كل المواد المصنعه التي تحتوي على مواد خطيره كيماويه واحيائيه كذلك ومغيره وراثيا. هذه النقطه الاولى النظام الغذائي، النقطه الاولى تجنب مواد المصنعه الخطيره التي تحتوي على مواد كيماويه. النقطه الثانيه الرجوع الى المواد الطبيعيه والمواد الطبيعيه مع الطبخ، مع الطبخ في المنزل، مع الطبخ في المنزل. هذا هو النظام الجيد. النقطة الثالثة اجتناب ما أمكن، يعني علي اجتناب ما أمكن الأكل أوقات الضجر وأوقات القلق، يكون الإنسان قلق وضجر من الأحسن أن لا يأكل لكن يشرب ماء، من الأحسن أن لا يأكل لأنه إذا أكل سيفسد الأكل وسيفسد صحته، سيفسد صحته لا محل لأن الجهاز الهضمي يكون مشنج. فمن طبيعة الحال عندما يكون الإنسان ضجر فأول حاجة تصاب هي الأمعاء، المعدة والأمعاء أثناء الضجر. لا يقرب الناس الأكل أثناء القلق وأثناء الضجر. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة يجب على الناس أن لا يأكلوا إلا لما يحسوا بالجوع. هذا أمر قاعدة ذهبية، لما لا تحس بجوع يا أخي بالأحسن أن لا تأكل. إذا أردت أن تفعل اشرب ماء، اشرب ماء أو اشرب شاي، علي اشرب شاي بدون سكر يكون احسن، اشرب شاي او ماء ولا لا تاكل شيء اذا لم تحس بالجوع. ثم النقطه الخامسه يعني اثناء الاكل من الناس من يشربون ماء اثناء الاكل، لا تستفيدون من الاكل ابدا اذا شربتم الماء، وخصوصا في رمضان من الناس من يشربون كاس من الماء مع طعام الافطار. فمن طبيعه الحال في الصيام ان حديث الثلث، تعلمون حديث الثلث بحسب ابن ادم لقيمات يقبن صلبه فان كان لابد ف ثلث لأكلي ثلث لشربي ثلث لنفسي. لماذا؟ لأن المعدة عند شكل جي وهي مقسمة على ثلاثة، فالقسم السفلي للغذاء أم للماء؟ القسم السفلي لا للماء، للماء القسم السفلي للماء، والقسم الوسطي للغذاء، والقسم العلوي للهواء. فإذا أكلتم ثم شربتم فهذا الماء يهبط ثم يصعد الأكل ويضغط على القسم الثالث، لا تأكلون ولا تهضمون جيدا. الناس اللي كيشربوا الماء في الإفطار ما كيهضموش،
كيبقاو يعني في عسر واحد ساعه ولا ساعه ونص هما في عسر. لا تشربوا ماء لان الماء الموجود في الاكل هو كافي للجسم اثناء الافطار. اذا اردتم ان تشربوا ماء نصف ساعه او 40 دقيقه بعد الافطار ممكن تشربوا ماء، لان تكون الهضم بدا، يعني كل هضم بدا ممكن ان تشربوا ماء، والا اشربوا سائل اخر مثل شاي او قهوه او شاي او عصير يعني اثناء الافطار. كل السوائل تجعلكم في ضيق وفي حرج اثناء. فهذا حديث الثلث الان فسره العلماء جيدا، واصبح الان بعض الامريكيين ياخذون به حديث الثلث، سموه كحديث الثلث. فالمعده يا اخواني هذا الثلث يجب ان يبقى فارغ. لماذا؟ لان هذا الثلث هو الذي تتقلص فيه المعده، ويكون في تضغط الرئه لما تتنفس، الرئه تضغط على المعده فيكون هذا المفهوم، يعني هذه الحركه ديال الرئه تكون جيده. اما اذا ملعتم الثلث الاول والثاني والثالث فالتنفس سيكون في حرج، تكون في حرج في التنفس. لماذا؟ لان الرئه ستضغط على المعده وتجدها مملوءه فلا تتنفسون جيد. ثم هذه المعده لا يبقى لها اين تدور، لا يبقى لها اين تتقلص، كيف تهضم. فلما كان النظام النساء يمخضن الحليب الرائب، ياك ملي كانوا كينفخوا في الشكوى، كماذا كانوا يعملون؟ كانوا كينفخوا في الشكوى. لماذا؟ باش يدخلوا هواء، لان هذا الحليب المخمر يجب ان يكون هواء، لان ملي كتنفخ يختلط الهواء وديك لا دونسيتي ديالو كتقل باش يختلط جيد. ولكن واش كانوا يملؤوا هذيك اللي كنسميوها حنا الشكوى؟ كانوا كيملؤوها كلها؟ لا، الا ملؤوها ما كتنفخش تماما كالمعده. اذا ملأتم المعده كلها لا تنفخوا الاكل ابدا، لا تهضموا هذا الاكل، فيجب ان لا تملؤوها كلها، ويجب ان تصوموا جيدا. في نظام الصيام كما قلت هو الحل الاخير، الحل الاولاني انتم شفتوا، والحل الثاني هو الصيام. الصيام جعله الله سبحانه وتعالى لماذا؟ ما هو كنسميوه بالفرنسيه لو تروبلا، يعني يزيل ما زاد ما فاض، يعني لما تصل الى حد من الشحوم عند لا يمكن ان تزيل هذه الشحوم. لماذا؟ لان الاكل غريزي، والاكل كما قلت لكم عباده غريزيه، فلما انت ترى شيء تشتهي تاكل فليس هناك ضابط يجعلك تنقص. فالله سبحانه وتعالى جعل لك هذا الضابط كحكم تكليفي، كفرض حكم تكليفي، تصوم 30 يوم. لماذا؟ يريد الله سبحانه وتعالى ان يزيل منك هذه الزوائد، الشحوم والزوائد التي تكونت في 11 شهرا تزول في شهر رمضان. وكذلك بعض الأعراض التي تكونت مثلا بعد الحصى في الكلية، الحصى في الكلية في رمضان يزول. يعني هناك أبحاث أجريت في دول عديدة، كندا وإيران والسعودية، أجريت كذلك أبحاث كثيرة حول حصى في الكلية، ينزل الحصى في الكلية من الكلية في شهر رمضان. وكذلك بعض الأعراض الأخرى، تحسن في نبضات القلب، تحسن جيد، وتحسن في الدم، في مكونات الدم. أنتم عملوا تحليل للدم في أول رمضان وفي آخر رمضان سترون النتيجة جيدة. كذلك في راحة للمعدة وللأمعاء، الجهاز الهضمي يكون على أحسن ما يرام لما تصوم شهر في السنة ولما تصوم أيام أخرى خارج السنة. هذا يعني الحل، يعني هذا النظام الذي يسوده يعني شهر كامل 30 يوم في السنة هو شهر رمضان. لكن يا إخواني أنا أتكلم عن الصيام وليس الجوع، فهناك من يقلب ليله نهاره ونهاره ليله، فإذا قلبتم الليل نهار ونهار ليل فهذا ليس رمضان، هذا كارثة، يصبح كارثة. فمن الناحية الشرعية صيامكم مقبول، نعم لقد أديتم الفرض. من الناحية الصحية الشيء الذي يريده له هو السنة الكونية، لأن هناك سنة شرعية وسنة كونية، وتوافق السنة الشرعية مع السنة الكونية. فالسنة الكونية لم تستوفوها. لماذا؟ لا تستفيدون صحيا، لا تشفون أجسامكم إذا لم يكن الصيام على أحسن. ما هو الصيام الصحيح؟ الصيام الصحيح هو بقاؤكم في رمضان على حالكم التي كنتم عليها فيما عدا رمضان من الناحية الأكل. يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن إفطار، عن فطور وسحور، ولا يتكلم عن عشاء. ليس هناك عشاء في رمضان، هناك وجبتان في رمضان فقط. الفطور يعني من أراد أن يأكل فليأكل في طعام الإفطار، هناك لحم مشوي ولا دجاج ولا سمك ولا المهم طاجين ولا الكسكس ولا، فليأكل مع الفطور يعني ويحبس، يعني يحبس يكف عن الأكل، يفطر مزيان يعمرها ماشي كلها غير ثلث، ويكف عن الأكل إلى السحور. ثم الحركة أثناء النهار، يجب أن تستيقظوا مبكرا وتعملون في رمضان كما تعملون في أثناء الفطر. لماذا؟ لأن هذه الطاقة التي يضيعها الجسم ويأخذها من الشحوم التي تراكمت. لا تخافوا ما غادي تموتوش، ما تموتوش رمضان ما يقتلكمش، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالله لا يريد أن يشقينا بالصيام أبدا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أتظنون يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى سلط علينا رمضان ليهلكنا؟
هتظنون؟ لا لا يمكن، حاشا معاذ الله. فرمضان هو عيادة ربانية يدخلنا الله مدة 30 يوم كي نزيل هذه السموم. التوكسينات تزول في رمضان، توكسينات تزول في رمضان بما في ذلك المعادن الثقيلة، اللي عنده حديد ورصاص وزئبق في شحوم يزول أثناء شهر رمضان، اللي عنده حصى في الكلية يزول أثناء شهر رمضان، اللي عنده المعدة والأمعاء شوية يعني عليهم عندهم حساسية للأكل فيتحسن هذا الجهاز أثناء شهر رمضان. وانظروا يا إخواني حتى بشرة الشخص، بشرة الشخص تتغير أثناء شهر رمضان فهي تتحسن جيدا. ويعني يا ليت لو الناس كفوا عن التدخين، هذه يعني والله هذه يعني أحسن فرصة وأحسن يعني وقت لكي يكف الناس عن التدخين أثناء شهر رمضان. فحتى البصر والسمع أثناء شهر رمضان يتحسن. الشم يا إخواني انظروا معي، يعني لما تتوليوا تشموا أحسن كتراش آخر رمضان، ماشي هاي الحجي عنين يعني كتوليوا تشم يعني مادة الشم، يعني الناس عرفوا بأن بعض الغدد الآن داخل الأنف وداخل هذا اللوب أولفاكتيف اللي كاينين في مقدمة الرأس، علماء درسوا هذه الأشياء وجدوا أن النظر يتحسن والسمع يتحسن والشم وحتى المذاق يتحسن. والغريب أن بعض التسوسات في الأضراس تزول أثناء شهر رمضان، تسوس الأضراس يزول أثناء شهر رمضان، يعني شيء عجيب. إلا أن وزن النساء ينقص تقريبا بكيلوغرامين ووزن الرجال لا ينقص. ربما من يرى العكس، ربما من يرى أن الرجال ينقص كيلوغرامين والنساء لا تنقص، وبعض الدراسات بينت هذا العكس. بعض الدراسات بينت أن الرجال وزنهم ينقص بكيلوغرامين والنساء مثل النساء كذلك بكيلوغرام، حوالي تقريبا كيلوغرامين أثناء شهر رمضان. هذا عند الشخص العادي. أما الشخص اللي عنده وزن زائد فممكن أن يوصل إلى 13 كيلوغرام وزن تنقص أثناء شهر رمضان إذا كان صيامه صحيح على الوجه الأكمل وكما ينبغي أن يكون. فأختم قولي بقول الله سبحانه، أظن أن المحاضرة استرسلت بما فيه الكفاية، وأنا يعني مدين بالشكر لأخي العزيز رغم أنه كان يجب أن يوقفني عند حدي، كان يجب أن يوقفني عند حدي لأنني تجاوزت الحد فيها. فأختم القول بأن هذه الأشياء لما تلخبطت الأمور على العلماء يعني علماء يعني بمستوى دكتوراه مستوى 25 سنة من العمل في المختبرات، وتشابه عليهم الأمر واشتبه، تشابه واشتبه عليهم الأمر، كيف ماذا يعملون؟ هل يأخذون أم لا يأخذون؟ فأصبح يتقدمون يتأخرون. فيعني أنا واضح في أقوالي وكنت دائما يعني قرار لا لن أتراجع عنه، وليس قرار هكذا مأخوذ عن هوى، فأنا لا أقبل بتغيير المخلوقات أبدا. من أراد أن يحسن يحسن كما حسن أجدادنا، كانوا كيلقموا النعناع في اليو، كيلقموا الزيتون بالجبوج، كانوا كيلقموا الليمون، كانوا كيلقموا الأشياء، نعم كيختاروا الفحل، نعم هذه أشياء، نعم يحرطوا الأرض مزيان، يسقيوها، يديروا الغبار، أي شيء ممكن أن يزيد في الإنتاج. إنما أن تغير الخلق داخليا، تغير الخلق لا، فهذا لن أقبله. وأنا على رأيي وعلى أي، كيف هذا علم ممكن أن نناقشه من أراد أن يناقش، وممكن أن نناقشه على مستوى عالي، يعني ربما يفوق المستوى الذي يظنه الأمريكيين، ربما هم عليهم أشياء لا يرونها. لماذا؟ لأننا نعرض هذه الأشياء على العقيدة. فالله سبحانه وتعالى ربما يكون العرض يوم الأحد إن شاء الله بمجلس علمي حول هذه النقطة بالذات، لأن كما قلت أنا لا أفتي ولست فقيه، لكن أرى أن يجب أن نوضح لإخواننا الفقهاء كي يروا يعني الأمر جلي أمامهم، لأن الفتوى ليست سهلة يعني يفتي هكذا يعني عموديا، الأمور يعني فيها ليس رأي الواحد بإنما الجماعة، وتعرض على علماء وعليهم يكون فيها أراء مختلفة. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. انظروا يعني الشيطان مذكور في الآيات التي فيها الرجس وفيها التحريم دائما، في الخمر وفي آيات عديدة. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم. هذا النصيب المفروض هم العلماء الآن، جائزة نوبل وهذا اللي كتشوفهم على شاشة التلفزيون. ولا ماذا سيعمل الشيطان في هذه في هذا النصيب؟ نصيب مفروض يعني معروف، سيضلهم. لما يضل الشيطان هؤلاء العلماء فعليهم في ضلال، عليهم مش مسلمين. لأضلنهم، لما يضل الشخص فيصبح هذا الشخص يعني ممكن أن يفعل أي شيء. لما تنزوي عن العقيدة ممكن تقتل، ممكن تسرق، ممكن تكذب، ممكن تزني، ممكن تفسق، ممكن تفعل أي شيء. لأضلنهم ولا أمنينهم، يعني لما يمنيك الشيطان، لما يقول هذا العالم سيصبح سيأخذ جائزة نوبل
وهذا سيظهر على شاشة التلفزيون، هذا أعظم باحث وهذا معالم مشهور وله كذا وكذا وكذا. فالعلماء يحبون هذه الأشياء، لماذا؟ لأن أمنية شيطانية. من العلماء لا يحب جائزة نوبل؟ أنا لا أحبها والله، أنا أكره هذه الأشياء. ولكن من من العلماء يكره جائزة نوبل؟ من من العلماء يكره أن يظهر على شاشة التلفزيون؟ وأنا أقسمت بالله أنني لن أظهر على شاشة التلفزيون، على الأقل المغربية. أما لا ظهرت على شاشة التلفزيون في برامج إسلامي يقرأ ولا شيء حاجة، أما لا الراديو، نعم الراديو لأنني مش مالك الراديو، لأن كنتكلم فيه والراديو كيشعلوه الناس البسطاء اللي على قد الحال اللي هما اللي باغي نتكلم معاهم أنا. فعلينا لدي رأيي، لدي رأيي. فهاد العلماء لما يمنيهم الشيطان، لما يضلهم ويمنيهم، ماذا يفعل في المرحلة الثالثة؟ ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. وكم شتوا الان كل شيء الانعام مبتكه الان، الاذان ديال البقر والغنم على حد سواء، الخنازير كلها في اوروبا ممنوع، ممنوع اي بهيمه تمشي على التراب الاوروبي او الامريكي بدون ان تكون مبتكه وتحمل واحد الكود بار اللي كيمشي في الحاسوب باش يعرفوها منين هي. يعني رصد الحيوانات اكثر من رصد الاشخاص الان بامريكا واوروبا، ممنوع منعا كليا اي بقره ولا اي نعجه تمشي بدون رقم في اذنها ومعها الكود بار باش يدخل الحاسوب، ممنوع. ولا يبتكن آذان الأنعام بدأت بالترانس جيني، بدأت بهذه الأبقار، أبقار مغيرة جينيا، الأبقار العبر جينية. ثم المرحلة الثانية كاين جوج الأوامر، الأمر الأول ولا آمرنهم ولا يغيرون ولا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله. ولقد وصلوا للأمر الثاني العلماء، ولا أمر الأمر الثاني الآن، لأن الأمر الأول كان في السبعينات والثمانينات، أما الآن الأمر الثاني ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لماذا قرأت هذه الآية؟ لأريكم بأن هذا الشيء اللي من عمل الشيطان هل يمكن أن يكون حلال؟ فهنا الفقهاء أضعوا نقطة استفهام، الفقهاء خصهم يدرسوا هذه المسائل هذه. الشيطان مذكور في الأول ومذكور في الثاني، الشيطان مذكور في الأول ومذكور في الثاني، في الأخر ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ما هو الخسران؟ أمريكا أول بلد منتج اللوز لا يأكل لوز لأنه أصبح عنده حساسية اللوز، خسران مبين. نعم أم لا؟ أنت تنتج لوز ولا تأكله، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرمها الله سبحانه وتعالى بطريقته. ثم أوروبا الآن هي منتجة للحوم، بريطانيا الآن يجب أن تحرق جميع الأغنام التي توجد على ترابها، هل هذا خسران مبين؟ نعم أم لا؟ والآن مع الأبقار المجنونة يجب على أوروبا أن تحرق كل ما على التراب الأوروبي، هل ممكن بعدها باش يحرقوا؟ ما قدروش يحرقوا لأن خصم الطاقة باش يحرقوا، هل هذا خسران مبين أم لا؟ أضيفوا الديوكسينات في الخنزير والديوكسينات في الدجاج والديوكسينات في الأسماك التي تربى في الأحواض العبرجينية، فماذا بقي لهؤلاء؟ ماذا بقي لهم من أكل؟ ماذا بقي في نظام الغذائي؟ لا شيء إلا الأسماك المغربية اللي غادي ياخذوها من عندنا إن شاء الله تكون بالعافية، ياخذوا هذه الأسماء أكباش يأكلوها، ولا حتى المنتوجات الطبيعية اللي كنصدروها. راك شتي كنصدروا زيتون، كنصدروا بواكر، كنصدروا قرعيات فاصوليا خضراء، نصدر زيتون، كل شيء كنصدروه لأوروبا، ماشي غير المغرب، على كل الدول المنتجة بهذا الشكل كلها تصدر إلى أوروبا وأمريكا منتوجات جيدة يعني بجودة عالية. فأين الجودة هنا؟ هل الجودة في منتوجاتنا أم الجودة في منتوجاتهم؟ سؤال أجيبوا أنتم وتناقشوا مع بعضكم البعض في المقاهي وفي الكليات وفي العمل، ناقشوا الجودة هل هي جودتنا أم جودتهم؟ هذا سؤال ثاني. سؤال ثالث يا إخواني، هل الجودة هي إيزو؟ نأخذ حاجة ونكتب عليها إيزو وهي عندها جودة، أم الجودة هي التي أعطتنا الطبيعة والخلق الذي خلقه الله؟ الله يعني هذه القضية ديال إيزو ولا شاسي سي بي وهذه الخزعبيلات الآن اللي كيدخلوا بها، هذه أشياء أكاذيب وأباطيل، يريدون أن يحطموا هذه المنتوجات وحطموا القيم الغذائية ماشي المغربية، العربية على الخصوص، لأن الدول العربية الآن هي الدول المنتجة لأحسن طعام ولأحسن غذاء، وهي التي لها أحسن طبيخ، وهي التي لا زال نساءها يطبخوا، هي الدول العربية، وهم الآن الشركات يريدون أن يتسلطوا على هذه الدول وأن يبيعوهم أشياء معلبة هكذا تأكلها، تفتح وتأكل الكيس، ويريد للنساء أن تخرج للعمل. هنا الإخوان ديالنا ما يعني فاش كانوا مع القضية الخطة ما ضبطوش الأمور، يعني 100% ضبطوا يلا 99% بقات لهم 1%، هيك ضبطوا 99 بقات لهم 1. ديال النساء كان يجب أن تخرج للعمل لكي لا تطبخ، باش يشتريوا منتوجات ديال الشركات. هذه هي قضية ديال الخطة المرأة وإدماج المرأة في، ما كاينش إدماج المرأة في التنمية، هيك كاين يعني ماشي قتل المرأة، ماشي إدماج المرأة، مش باغيش حرية المرأة، ما باغين حرية الشركات،
حرية الشركة مش حرية المرأة، إن مش المرأة ستعمل في هذه الشركات. فهذه الأشياء يا إخواني كثيرة، يعني هذا العرض ولو يعني بالطول لقد رأيتم أشياء يعني ما تناولناهاش، فكين أشياء أخرى أكثر من هذه الأشياء. فنكتفي بتقريبا 15% من المعطيات، لا زالت 85% من المعطيات، نكتفي ب15، ونظن يعني آمل من الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجب أن نعمل بهذه الأشياء ولا نسمعها ثم نقول هكذا هي جيدة وسمعناها. نعم، ولقد يعني أطربنا طرب، يعني ولا طرب هذه المحاضرات ولا طرب، فيجب أن نعمل بهذه الأشياء وأن نعيها جيدا وأن نعمل من خلالها كاستراتيجية للبلد، لنحفظ منتوجاتنا ولنحفظ بلدنا ولنحفظ ترابنا ولنحفظ بيئتنا ولنحفظ صحتنا وكل هذه الأشياء. فأختم بقولي نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من هذه الأشياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا، والله أن يحفظنا من الضلال، لأن لما يكون ضلال يكون خراب، ونسأله كذلك أن يهدينا ل سواء الصراط، فكيفما كان الحال من علماء في المغرب، بعض العلماء الآن يحبذون هذه الأشياء ويزكون ويفسرونها للناس، وراكم شفتوا المحاضرات الآن التي تقام في المغرب كله، في المدن وفي الجامعات، كل شيء المحاضرات تتكلم عن هذه الأشياء وكأنها هي الحل الأخير وهي الكارثة الأخيرة، هي نهاية العالم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.